بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نتكلم النهارده يا شباب على الكربوكسيليك أسيد والديريفيت بتاعتها، المشتقات بتاعت الكربوكسيليك أسيد. احنا عارفين كربوكسيليك أسيد يعني سي أو أو اتش. الناس ركز معايا عشان الموضوع سهل وبسيط وما ياخدش مننا وقت، يعني ما نقعدش كده ساعتين قاعدين نحكي في كلام يتحكي قبل كده أصلا، ده هو عبارة عن تجميع من اللي احنا قلناه قبل كده. انا عندي هنا بالنسبه لي الكربوكسيليك اسيد وخدتوه في العملي، طبعا انتوا طبعا ناس اخصائيين في العملي. عندي اسيتيك اسيد، ده الاسيتيك اسيد، ده عباره كل دي عباره عن كومونيوم اسيتيك اسيد. عندي فورميك اسيد، بروبيونيك اسيد من الاسم كده، فورميك اسيد اللي هو الميثانويك اسيد بيحتوي على 1 كربون، اسيتيك اسيد بقول عليه ايثانويك اسيد بيحتوي على 2 كربون. الايثانويك ده طبعا الايه الايوباك نيم، الفورميك اسيد ميثانويك اسيد ده الايوباك نيم، بروبيونيك اسيد ده 3 كربون ده عباره عن كومون نيم، بروبانويك اسيد ده الايه الايوباك نيم، بروبانويك اسيد. يبقى معنى ذلك نفس الكلام، عندي البروبان او الالكان العادي، الالكان في الاخر بحذف الحرف اي واحط مكانه او اي سي، او اي سي يبقى كده بيدل على ان اللي عندي ده عباره عن كربوكسيليك اسيد او يحتوي على سي او او اتش، يبقى الايوباك نيم زي ما قلت لستك اهوت. عندي الكان المقطع الاخير في الاكتان ان، ده اللي بيقول ان المركب اللي عندي ده عباره عن ساتيوريتد كومباوند، بحذف الحرف اي واحط مكانه او اي سي، السفكس اللي عندي ده بحط او اي سي في الاخر بيدل اللي عندي ده عباره عن كربوكسيليك اسيد، يحتوي على كربوكسيليك اسيد جروب. على سبيل المثال الراجل اللي عندي ده بقول اسمه ميثانويك اسيد، ده الايوباك نيم، ليه؟ لانه بيحتوي على كربونه واحده ميثان، فقلت لك بحذف المقطع الحرف اي واحط مكانه اللي هو الايه السفكس او اي سي، يبقى ميثان، يبقى احذف الاي واحط في الاخر او اي سي، يبقى ميثانويك اسيد. ده عباره عن ايه؟ اسيتيك اسيد، ده كل ده كومون نيم او ايه تريفيال نيم، يبقى عباره عن ايثانويك اسيد. مش الايثان 2 كربون؟ 2 كربون بما فيهم الكربون بتاعت الكربوكسيليك اسيد جروب، يبقى ايثان احذف الاي واحط او اي سي في الاخر. الراجل ده نفس الكلام، عندنا 1 2 3، 3 يعني ايه؟ بروبانويك اسيد، بروبانويك اسيد ده عباره عن ايوباك نيم، بروبيونيك اسيد ده عباره عن كومون نيم او تريفيال نيم. الراجل ده عندي فيه سايكلوهيكسايل جروب اهيت موجوده في البوزيشن رقم 2. لما بعمل نمبرنج لاي كربوكسيليك اسيد يا شباب او اسيد ديريفاتيف، باخد الكربون اللي هي بتاعت الكربونيل جروب بتاعت الكربوكسيليك اسيد زي ما انتم عارفين، مكونه من سي دبل بوند او واو اتش هيدروكسايل جروب، كان حاجه كحوليه مع حاجه ايه كربونيل جروب او ايه او كيتو، ما علينا. يبقى رقم 1 بتاخدها الكربون بتاعت الكربوكسيليك اسيد جروب زي ما قلنا في الالدايد والكيتون والكربونيل كومباوند. رقم 2 اللي بعد، فرقم 2 على سايكل هوكسيل جروب، عشان كده بقول 2 سايكل هوكسيل بروبانوك اسيد او بروبيونيك ايه او بروبيونيك اسيد. هنا نفس الكلام الراجل اللي قدامي ده، 1 2 3 4 يبقى 4 امينو 4 كربون، يبقى ايه؟ بيوتانوك اسيد، بيوتانوك اسيد اقول عليه بيوتانوك نيم او تريفيال نيم، بيوتانوك اسيد ده ايوباك نيم، قلت لك بتنسب للالكان وتحذف الحرف اي اللي في الاخر وحط مكانه او اي سي، او اي سي شباب. راجع الصوت تاني يا شباب. طيب
بعد كده هتكلم على الاسيديتي بتاع كربوكسيليك اسيد، اسيديتي اوف كربوكسيليك اسيد، اسيديتي اوف كربوكسيليك اسيد. زي ما انتوا عارفين قلت لكم احنا هنتكلم في كلام معاد ومقرر وانتوا عارفينه اكيد يعني. كربوكسيليك اسيد عندي دي كربوكسيليك اسيد جروب ديت بتطلع لي الهيدروجين اسبروتو، قلت اي حاجه بتطلع لي الهيدروجين اسبروتو يبقى يكون هايلي اسيديك، يبقى له اسيديتي. طيب الراجل ده زي ما قلت عندي بيحصل له ايونيزيشن في الووتر، الاتش بتخرج از بروتون، هتروح على اللون بير من الالكترون اللي موجود على الاو، هتديني الهيدرونيوم ايه؟ الهيدرونيوم. الجزء اللي اتبقى عندي ده بعد ما الاتش خرجت از بروتون، الجزء اللي هيتبقى عندي ده اسمه كونجوجيت، زي ما اتكلمنا بالظبط في الفينول يا شباب، وكلمنا على الاسيديتي بتاعه الفينول، هديني اللي موجود عليها كونجوجيت بيز. الكونجوجيت بيز زي ما انتم عارفين لازم يحصل لها عمليه استابيلايزيشن بالريزونانس، مش الاتش خرج از بروتون، يبقى الاو اللي ماسكه بتاعت الهيدروكسيل جروب اللي ماسكه في الاو ديت عليها نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج ديت مش ثابته على الاو، يحصل هنا عمليه اوفرلابنج، يبقى تطلع على الباي بوند، تطلع على مين؟ تطلع على الاو. يبقى مره النيجاتيف تشارج حصل لها عمليه ديسبيرشن، مره على الاكسجين اللي كانت متصله بالهيدروجين بتاعت الهيدروكسيل جروب، ومره على الاكسجين بتاعت مين؟ بتاعت الكربونايل جروب. فكده اداني اثنين ريزونانس ستراكشر، يبقى كده بيكون الايه؟ نتيجه للاستابيلايزيشن بتاعت الكونجوجيت بيز. فالمركب اللي عندي ده بقول ان هو له اسيدك ايه؟ له اسيدك كاركتر. وزي ما انتم عارفين مين ان الاسيدتي الكترون وذروينج جروب انهانسمنت اوف اسيدتي، بتزود الاسيدتي. الكترون دونيتنج جروب تقلل الايه؟ تقلل الايه؟ الاسيدتي. انا كل ما هنالك عايز البوند اللي ما بين الاو والاتش ديت تبقى ضعيفه، فكل ما اسحب منها الالكترونات كل ما البوند ديت هتضعف، تكون ضعيفه، هيحصل لها ويكنس، فالاتش سهل ان هو يخرج از ايه؟ از بروتون. فالاتش سهل ان هو يخرج از بروتون. انا عندي هنا تحت اهو ادي عندي الاتش. الناس سامعاني يا شباب ولا انا بكلم نفسي؟ تمام. عندي هنا الاتش يا شباب، قلت هتخرج از بروتون، هياخدها مين؟ الووتر، اصل عمليه الايونيزيشن يديني الهيدرونيوم ايون، الهيدرونيوم ايون. تمام، الهيدرونيوم ايون ادي الكونجوجيت بيز اللي هي الكربوكسيليت، بنقول عليها كربوكسيليت. انا عندي الاتش لما خرجت ثابت الاثر اللي بينها وبين الاو، ليه؟ الاكسجين بقى عليها اكسترا نيجاتيف تشارج، اي موجود عليها نيجاتيف تشارج، ادي النيجاتيف تشارج، قلت لك هيحصل لها عمليه اوفرلابنج هنا، يبقى عندي او دبل بوند سي، يبقى لازم الاسره ديت الباي ديت لان الكربون ده هتكون خماسيه، يبقى لازم الباي بوند ديت هتطلع على مين؟ على الاو. فحصل عمليه ديسبيرشن، عمليه توزيع للنيجاتيف تشارج، مره على الاو اللي هي جايه من الهيدروكسيد، ومره على الاو اوف كربونايل جروب عليها نيجاتيف تشارج، فاداني اثنين ريزونانس ستراكشر زي ما انتم شايفين كده. زي ما اتكلمت اي حاجه اسيدك لازم الكونجوجيت بيز، الجزء اللي بتفضل عندي اللي بتبقى عندي بعد ما الاتش تخرج از بروتون، لازم يحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس. عندي بعد كده بيأثر عندي الاندكتيف افكت، زي ما انتم عارفين الاندكتيف افكت هو ايه ده؟ الاندكتيف افكت ده عندي ذره هايلي الكترونيجاتيف متصله برابطه مع الذره لو الكترونيجاتيف، يبقى البوند اللي عندي عباره عن بولر كوفيلنت بوند، بولر كوفيلنت بوند، يعني الدفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بين الاثنين اتوم اللي عاملين للبوند بيكون اكتر من بوند 5. طيب المجموعات اللي بتسحب الالكترونات بالماينس اندكتيف افكت نفس الكلام، هتزود الاسيديتي. ليه؟ لان اللي عندي مثلا على سبيل المثال اللي عندي ده مثلا عندي هنا بروبيونيك اسيد، بروبيونيك اسيد اقول عليه بروبانيوك اسيد دي الايوبات نيم، عندي هنا اسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد اعلى في الاسيديتي من يا شباب؟ من البروبيونيك اسيد. ليه؟ لان انا عندي هنا الالكايل جروب، احنا عارفين الالكايل جروب الكترون دونيتنج جروب بالبوستيف اندكتيف افكت، وكل ما زادت الالكايل جروب كل ما زاد الايه؟ البوستيف اندكتيف افكت، يعني كل ما زادت الالكترون ريليزنج اللي راحه للاسره اللي ما بين الاو وبين الاتش، يعني كانها بالظبط بقويها، كان بقوي الاسره البوند اللي ما بين الاو وبين الاتش، يبقى الاتش كده الى حد ما، انا بقول الى حد ما، مش بقول ان هو ملوش اسيد كاركتر، هو بيطلع الاتش بس، ما بقارنه بالاسيتيك اسيد او بقارنه بكلورو اسيتيك اسيد هيكون اقلهم فين؟ اقلهم في الاسيديتي، مع ذلك هو بقول عليه بروبيانوك اسيد. طيب لو عندي على سبيل المثال الفورميك اسيد او الميثانوك اسيد اتش سي او او اتش، يبقى افضل هو يا شباب ولا الاسيتيك ولا البروبيونيك؟ اتش سي او او اتش، بقول على ده ميثانويك اسيد، يبقى مين الافضل؟ من الاعلى في الاسيديتي الفروميك اسيد اللي بقول عليه الميثانويك اسيد ولا البروبيونيك اسيد ولا الاسيتيك اسيد؟ من الاعلى يا شباب؟ طبعا الفورميك اسيد، لان الفورميك اسيد ما عندوش الكايل جروب، الالكايل جروب موجوده في دولت، والالكايل جروب لها بوصف اندكتيف افكت، الراجل ده ماكو عنده بوصف اندكتيف افكت،
ما هو بوزيتيف اندكتيف افكت. طيب لما يكون عندي بقى الكترون وزيرون بجروب زي الكلور، الكلور لها ماينس اندكتيف افكت، ماينس اندكتيف افكت ليه؟ نتيجه للديفرنس اللي بين الكربون وبين الكربون. الكلورو الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتها 3، الكربون 2.5، فبولار كوفيلنت بوند، فالاتجاه ماشي كده، اتجاه الدايركشن بتاع البولاريتي ماشي من الكربون رايح ناحيه الذره الاكثر سالبيه كهربيه، دايركشن بتاع البولاريتي ماشي من الذره الاقل سالبيه كهربيه اللي هي الكربون هيبقى عليها بارشال بوزيتيف تشارج، ومتجه الى الكلورو اللي هي الهايلي الكترونيجاتيف هيبقى عليها بارشال نيجاتيف تشارج، وبالتالي دي عليها بوزيتيف تشارج، يبقى بالتالي ايه؟ هتلاقي الدايركشن بتاع الالكترونات ماشي كده. لما الدايركشن بتاع الالكترونات ماشي كده لنتيجه ان انا عندي اتوم هايلي الكترونيجاتيف، يبقى الرابطه اللي ما بين الاكسجين وبين الهيدروجين هتضعف ولا تقوى يا شباب؟ هتضعف، هتبقى ضعيفه، فده هيسهل خروج الهيدروجين ايه؟ يسهل خروج الهيدروجين از بروتون، يسهل خروج الهيدروجين از ايه؟ از بروتون. يبقى لما اقول لك الاسيتيك اسيد الكلورو اسيتيك اسيد، يبقى الكلورو اسيتيك اسيد طبعا افضل. وجربت لكم في امتحان العمل لما قلنا كلورو اسيتيك اسيد والفلورو اسيتيك اسيد، مين اللي هيكون اقوى في الاسيديتي؟ الاقوى في الاسيديتي طبعا هيبقى الفلورو اسيتيك اسيد. الفلورو اسيتيك اسيد ليه؟ الفلورو اسيتيك اسيد ليه؟ لان الفلورو هايلي الكترونيجاتيف عن الكربون. الكلور عندي 3، الفلور الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها 4، الفلور الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها 4، يبقى هو طبعا الاسيديتي بتاعته يبقى هيسحب البوند اللي بينه وبين الكربون اكتر، فبالتالي البوند اللي بين الاكسجين والهيدروجين هتضعف قوي، فده مما هيسهل له خروج الهيدروجين ايه؟ هيسهل له خروج الهيدروجين از بروتون، هيسهل له خروج الهيدروجين از بروتون. يبقى الالكترون دونيت وذروينج جروب، كل ما كان عندي الكترون وذروينج جروب كل ما زادت الايه؟ كل ما زادت الاسيديتي. عندك الالكترون سي ال كلورو الكترون وذروينج جروب نتيجه للماينس اندكتيف افكت ان هي اكثر سالبيه كهربيه. الميثايل جروب اللي موجوده عندي دي زي ما انتم عارفين الكترون دونيتنج جروب، عشان كده هتقلل الايه؟ هتقلل الاسيديتي. وبناء عليه نفس الكلام برضو لما يبقى عندي هنا مثلا حسب البوزيشن بتاع الكلور برضو يا شباب، يعني انا لو عندي دلوقتي عندي الكترون نيجاتيف اتوم هايلي الكتر حسب البوزيشن بتاعتها، كل ما كان قريب من الكربوكسيليك اسيد جروب كل ما زادت السحب، معنى ذلك كل ما زاد سحب الايه؟ الالكترون وذروينج جروب، يعني معنى ذلك كل ما ضعفت الاثر اللي ما موجوده ما بين الاكسجين والهيدروجين. فانا عندي هنا ده الاسيتيك اسيد، عندي كده كلورو اسيتيك اسيد، عندي 1 و2 داي كلورو اسيتيك اسيد، عندي تراي كلورو اسيتيك اسيد. في الحاله ديت انا عندي طبعا هنا ما فيش ولا اي كلورو، هيكون اقلهم حياليه الكلورو اسيتيك اسيد اللي هو استبدلنا هيدروجينه واحده بسي ال، يجي بعد كده اللي فيه 2 كلورو داي كلورو اسيتيك اسيد، بعد كده عندي التراي كلورو اسيتيك اسيد ده اعلاهم لان انا عندي الثلاثه افضل من الاثنين، افضل من الواحده، افضل من اللي ما فيش حاجه خالص، فكل ده هيسحب الالكترونات وبالتالي الكربون اللي عندي دي هتكون هايلي الكترو بوزيتيف، فهتسحب من الكربون اللي جنبها، فبالتالي هيسهل خروج الهيدروجين ده از يا شباب از بوزيتيف. زي ما قلت لك عمليه المسافه بتاثر جدا في عمليه الاندكتيف افكت. عدلك في لما خدنا في سنه اولى كنا بنقول الفرق بين الاندكتيف افكت والميزوموريك افكت، ان الاندكتيف افكت بيحصل له عمليه تاثير باي ديستانس بيتاثر بالمسافه، انما الميزوموريك افكت لا يتاثر، لان الميزوموريك افكت بيكون عند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند دبل بوند، لو عندك 20 كونجوجيشن زي كده هيحصل فيهم كلهم، هيحصل انتقال للباي بوند بينهم كلهم. ماشي يا شباب؟ زي الارماتيست بالظبط، انما عندي هنا الاندكتيف افكت بيتاثر بالمسافه، يعني ايه؟ يعني تاثير الكربون والقريبه من الكربوكسيليك اسيد جروب بالنسبه للاسيديتي افضل من البعيده، يعني انا عندي هنا الكلورو 2 كلورو بيوتانوك اسيد، هو عنده 4 كربون يبقى بيوتان، يبقى بيوتانوك اسيد، فانا عندي الكلورو في البوزيشن رقم 2 كلورو بيوتانوك اسيد افضل من الثلاثه كلورو بيوتانوك اسيد، افضل من الاربعه كلورو بيوتانوك اسيد. زي ما قلت لك تاثير السي ال هنا في الاربعه كلورو بيوتانوك اسيد زي تاثير الاثنين، لا ده الاثنين ده لازقه في بجوار مباشره الكربوكسيليك اسيد جروب، مما يضعف الاثر ما بين الاو وبين الهيدروجين زي خروج الهيدروجين از بروتون. انا عندنا على الكربون رقم 4 يبقى تاثيره ايه ده؟ تاثيره هيبقى ضعيف جدا، تاثيره هيكون ايه؟ هيكون ضعيف جدا، عشان هتسحب من الكربون ديت والكربون ديت، مما التاثير ده عشان يوصل للاو اتش ديت هيكون ايه؟ هيكون قليل جدا. انما الاثنين اللي قربت شويه ده اللي موجود في البوزيشن رقم 3 1 2 3 3 كلورو بيوتانوك اسيد بقى، يعني شويه زود الاسيد افضل من كام؟ افضل من الاربعه،
انما اللي بقى موجود على الكربون رقم 2 اللي مباشره بجوار الايه السي او اتش، لو زودت على ذلك الاثنين كلور دول خليتها 2 و2 داي كلور وبيوتانويك اسيد، يعني استبدلت الهيدروجين ده بسي ال، هيكون طبعا افضل من ان انا عندي ايه واحده ايه واحده فقط. ماشي يا شباب، كل ده بيزود لي الايه، بيزود لي الايه، بيزود لي الاسيديتي. وعليكم السلام نور الهدى. انت يا حسن هتلاقي اللي على اليوتيوب يا حسن، قلت لك احنا بنشكر اليوتيوب، هتلاقي كل حاجه موجوده عليه يا حسن. عندي هنا يا حسن قلت حاجه بالنسبه للاسيريتي، قلت الالكترون وزدروينج جروب بتزود الاسيريتي، الكترون وزدروينج جروب. انت خرجت تاني، فصل النت عندك يا حسن تاني. الالكترون وزيرون جروب بتزود الايه، بتزود الاسيد. ده كل اللي احنا قاعدين نحشي فيه، الالكترون وزيرون جروب حسب بقى لو بتكلم بيه الماينس اندكتيف حسب البوزيشن بتاعها وحسب القوه بتاعتها، هل هي هايلي الكترو نيجاتيف ولا ليس الكترو نيجاتيف، هل هي قريبه جدا من الكربوكسيليك اسيد جروب اكيد هيبقى تاثيرها اقوى، فحد خروج سهل خروج الهيدروجين از بروتون فتزود الايه، تزود الاسيد. ليه التحضير؟ التحضير زي ما كنا اطفال في سنه اولى وبناخد، بنقول عندي البرايمري الكول يا شباب، برايمري الكول اللي انا عندي كربون اس بي 3 متصله باو اتش، بقول عليها برايمري ليه؟ لان الكربون اللي متصله بالاو اتش متصله بكربونه واحده فقط، عشان كده بقول عليها برايمري كربون. لو الكربونه ديت استبدلت كمان هيدروجين مجموعه القايل يبقى اسمه سكندري الكول، استبدلت كل الاثنين هيدروجين دول بمجموعتين القايل بقى اسمه تيرشري الكول. طيب قلت لما بنعمل للراجل ده عمليه اوكسيديشن بالكروميك اسيد او بوتاسيوم برمنجانيت هيعمل لي عمليه اوكسيديشن للبرايمري الكول الى الايه الالدهايد، ده بيكون بارشال او بيكون يعني حاجه في الوسط كده نوت ايزوليتد، لانه على طول مباشره بيتحول لي الى مين يا شباب؟ بيتحول لي الى الكربوكسيليك اسيد. ما دام مستخدم فيري سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، موضوع ان انا احصل على الالدهايد ده مش هيحصل، بيحصل على طول فيرزر ايه، فيرزر اوكسيديشن الى الكورسبوندنج كربوكسيليك اسيد. فعلاً يا شباب من الشيء بالاهميه مع بساطتها، لان انا عندي الميتابوليزم بتاع اي ادويه هناخدها بعد كده، الميتابوليزم ده بيحصل في الغالب عن طريق عمليه الاوكسيديشن. الميتابوليزم ده اللي هو ايه؟ ان انا باخد علاج عايز يكون فيه بولر جروب، بولر جروب. انا عندي دلوقتي حولت البرايمري الكول سي اتش 2 حولت الى سي او او اتش، اصبحت هايلي بولر. هايلي بولر يبقى هايلي سولوبل في الووتر، هايلي سولوبل في الووتر يعني ايه؟ يعني يحصل له هايلي اكسكريشن في اليورين عن طريق الكدني. ماشي؟ فعندي الادويه كلها لما اغلبيه الادويه في الحاله بتكون لايبوفيليك، لايبوفيليك لانها طبعا عشان يحصل لها ابزوربشن وتشتغل على الريسبتور بتاعتها لازم تكون لايبوفيليك، بس طبعا معاها بعض الفانكشن جروب الهيدروفيليك. اهم حاجه بتكون ليس بولر، انا عايز البولاريتي بتاعتها تعلى عشان تكون مور ووتر سولبل عشان يحصل لها اكسكريشن في اليورين. هيحصل عن طريق ايه؟ حاجه زي ديت حاجه اسمها فيز 1 ميتابوليزم، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ اسمها الاروماتيك هيدروكسيليشن او الهيدروكسيليشن رياكشن، هيدروكسيليشن رياكشن او جنرالي بقول عليها الاوكسيديشن او اوكسيداتيف اوكسيديشن رياكشن. فعندي على سبيل المثال المركب عندي لو كان عباره مثلا عندي قبل ده كان عباره عن سي اتش 3، السي اتش 3 ديت هعمل لها اوكسيديشن برايمري الكون، البرايمري الكون بالانزيم طبعا هيحصل له فيرزر اوكسيديشن يدينا الدهايد، والدهايد يتحول الى ايه؟ يتحول الى الكربوكسيليك اسيد، بيعتمد على الكونسبت الحاجات البسيطه اللي احنا بنتكلم فيها دي. عشان الدراجز او اي ادويه بناخدها يحصل لها عمليه ايه؟ عمليه ميتابوليزم او عمليه اكسكريشن، لازم تكون هاي ووتر سولبل عشان يحصل لها عمليه اكسكريشن في اليورين. طيب ما علينا، يعني انا بقول يعني الشيء بالشيء يذكر. فانا عندي هنا لما استخدم السرنج اوكسيدايزنج ايجنت الالدهايد ما بيتكونش، ما اقدرش افصله لان هو مباشره سهل عمليه الاكسده، وعارفين عمليه الاكسده هي ايه؟ هي ان انا انزع هيدروجين، انزع هيدروجين او اضيف اكسجين او اعمل الاثنين مع بعض، اعمل الاثنين مع بعض. يعني انا عندي نفس في الخطوه الاولانيه حصل عندي اتكون لي عباره عن سي دبل بود او اتش، هنا عملت ايه؟ هنا عملت ان انا نزعت الاثنين هيدروجين، واحده من الاو اتش واحده من السي اتش 2 في عمليه الاكسديشن. ده حصل له فيرزر اوكسيديشن سي دبل بود او اتش، كل ما هنالك كل اللي انا عملته ايه؟ زودت عليه كمان او، اداني مين يا شباب؟ اداني الكربوكسيليك ايه؟ اداني الكربوكسيليك اسيد. الراجل ده اتكلم في الكورس الاولاني لما كان عندي يا شباب برايمر الكول وعايزه يقف فقط عند تكوين الالدهايد، لما كنا بنحضر الالدهايد والكيتون في الكربونيل كومباوند،
ايه الريجنت اللي كنت بستخدمه عشان احول البرايمري الكول الى الدهايد؟ يقف عند الالدهايد فقط. كنت بقول عليه مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. تمام زهراء. محمد حيدر الكاتب بيقول عامل يكون ضعيف. ما شاء الله، نورت المحكمة والله. ما شاء الله، عامل يكون ضعيف. عبارة عن إيه يا شباب؟ زي ما دكتورة زهراء كاتبة كده، اللي هو البي سي سي، بريدينيوم كلورو كروميت، بريدينيوم كلورو كروميت. محمد حضر كاتب لنا لا، بريدينيوم كلورو كروميت. البي سي سي اختصار. طيب عندي حاجه زي ده يا شباب برضو، نفس الكلام اللي هو الايه الداي كروماتس، داي كروماتس في وجود الوسط الحامض النفسي السي اتش 2 او اتش ديت البرايمري الكول، يحولها لي الى الايه؟ الى الكربوكسيليك اسيد جروب، الى الكربوكسيل. ده برايمري الكول اهوت. ليه؟ لان الكربون اللي متصله بالاو اتش متصله بكربونه واحده، متصله بكربونه واحده. تمام زهراء رزاق. تمام، بريدينيوم كلورو كروميت. يبقى انا عندي هنا برضه نفس الكلام، البوتاسيوم برمنجانيت او الكروميك اسيد او البوتاسيوم داي كروميت بيأدوا نفس الايه؟ نفس الغرض. يبقى الراجل ده اما اجي اسميه هقول عليه 1 2 3، اقول 3 فينيل بروبانوك اسيد، 3 فينيل بروبانوك اسيد او بروبيونيك اسيد، لان قلت لك الكربون بتاعت الكربوكسيليك اسيد بتاخد رقم كام؟ رقم 1. طيب بعد كده عندي بعمل عمليه، ما هو ما دام واخد مايلد اوكسيدايزنج ايجنت عايز يعمل له الاكسده مره واحده فقط، ما هو لو عملها مرتين يبقى الالدهايد هتحول الى كربوكسيليك اسيد. انا عندي عايز يقف عند تكوين الالدهايد فقط. طب بعد كده من الالكايل هالايد، هذا الالكايل هالايد قلت بقول بعمل كربونيشن للاورجانو ميتاليك ريجن. الاورجانو ميتاليك ريجن ديت هي عباره، او الاورجانو ميتاليك كومباوند عباره عن الكايل جروب كربون على العموم، الكايل جروب او غيره كربون متصل بميتال، ممكن يكون الكايل ليثيوم، الكايل صوديوم، الكايل ماجنيزيوم هالايد زي اللي بنقول عليه جرينارد ريجنت، كل الحاجات دي بقول عليها اورجانو ميتاليك ريجنت. كاركترايزد باي ان الكربون اللي فيها بيقول عليها نيوكلوفيليك، يعني الكربون اللي موجود عندي هي الاكثر سالبيه كهربيه فعليها بارشال نيجاتيف تشارج. يعني لما اقول لسيادتك ازاي تحول الكربون الكايل جروب من عليها بارشال بوزيتيف تشارج الى من كاربو كاتايون الى كاربو انايون، تقول لي احولها عن طريق الاورجانو ميتاليك ريجنت، ان انا افعلها مع ميتال في وجود الايثر، افعلها مع ميتال في وجود الايثر زي المغنيسيوم زي الليثيوم، كل الايه الايه الاورجانو ميتاليك ريجنت زي الكادميوم، كل الحاجات دول زي الكبر، كل دي بقول عليها اورجانو ميتاليك ريجنت. طيب عند المغنيسيوم هيحل محل مين؟ هيحل محل يا شباب الايه الايه الهالايد، زي ما محمد بيقول كده في وجود الايثر. ليه لازم في وجود الايثر؟ ما ينفعش عندي اقواس ميديا. ليه؟ لان لو عندي اقواس ميديا يعني عندي ووتر، عندي اتش او اتش، الار ديت عليها شحنه سالبه. تمام اسراء بارك الله فيك، هياخد الاتش منها البروتون، يبقى الاورجانو ميتاليك ريجنت اللي عندي ده الار ديت هتشتغل از فيري سترونج بيز، لانه كل ما هو نيوكلوفايل في الغالب بيشتغل الاثنين بيشتغلوا شغل بعض ويشتغل از فيري سترونج بيز. يبقى هياخد الاتش البروتون من الماي يتحول الى الكان، مش ار عليها نيجاتيف تشارج مع الاتش من هنا يتحول الى الكان، واديني هنا المغنيزيوم هالو هيدروكسيد يبقى يتحول الى الكان. عشان كده لازم استخدم مين؟ استخدم الايثر. طيب الراجل اللي عندي ده بقى الار دلوقتي عندي ديت زي ما الاخت فاطمه كاتبه كده، بقى اصبح نيوكلوفايل عليه نيجاتيف تشارج، عليه نيجاتيف تشارج. ايه اللي هيحصل؟ افعله مع الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ده هيبقى سورس مين؟ للكربوكسيليك اسيد. انا عايز احضر كربوكسيليك اسيد من الالكايل هالايد، ولو قلت لك عايز احضر كربوكسيليك اسيد من الالكان تقول لي سيادتك الالكان هعمله فري راديكال سبستيوشن رياكشن، هو ده كان التفاعل الوحيد بتاعه لما خدنا الالكانات السنه اللي فاتت، ماشي؟ كنت بفعله مع البرومين او الكلورين في وجود اليو في واللايت والنان بولار سولفنت، فكان بيديني الالكايل هالايد، والالكايل هالايد افعله مع المغنيزيوم او اي ميتال في وجود الايثر هيديني الاورجانو ميتاليك ريجنت. بعد كده افعله مع مين؟ مع الكربون دايوكسيد. بعمل عشان كده بقول عليه عمليه كربونيشن اوف الاورجانو ميتاليك ريجنت، كربونيشن يعني كربونيشن، انا بفعله مع الكربون دايوكسيد. طبعا الاكسجين بتسحب من الناحيتين، وطبعا انا عندي البوند انجل اللي ما بين الاثنين ذرتين الاكسجين والكربون عباره عن لينير بوند، يعني 180 درجه مئويه، 180 درجه مئويه، فهو ده الشكل المظبوط بتاعه اللينير ده. فيعمل اتاك على الالكتروفيليك كربون، ان انا عندي اثنين اكسجين بيسحبوا منه فهايلي الكتروفيليك،
يعملوا اتاك عليه، يبقى معنى ذلك لما عملوا اتاك عليه يبقى واحده من الباي بومب ديت لازم تطلع على مين؟ على الاو، يبقى الاو عليها نيجاتيف تشارج. وعندي هنا الام جي اكس الموجب. الراجل ده في الاخر خالص اعمل عمليه هيدروليسيس، انا عند البومب دي خلاص ده ايونايز، الاو عليها نيجاتيف تشارج، اعمل هيدروليسيس، هتاخد مين يا شباب؟ تاخد الاو اتش الكربوكسيليك. نفس الكلام لو فعلتها عملتها على المركب اللي قدامي ده، الاورجانو ميتاليك ريجن، سواء الكايل هالايد او كان عباره عن سايكلو الكان او سايكلو الكايل جروب، يعني زي اللي قدامي ده اسمه سايكلو هيكسايل بروميد، مش دي السايكلو هيكسين اهي سيتا كربون، اسمه سايكلو هيكسين، ده مش بنزين يا شباب. الناس اللي لسه ما عملتش منهم ده مش بنزين. البنزين في شويه حاجات جوه، في ثلاث حاجات هنا جوه كده بقول عليهم باي بوند، باي بوند ماشي، ده اسمه هكسان حلقي. يبقى ده البي ار نفس الكلام مع المغنيزيوم في وجود الايثر، المغنيزيوم هتخش هنا. يبقى عندي هنا بقى الكربون ديت عليها نيوكلوفيلك، عليها نيجاتيف تشارج مع كربون دايوكسيد، واعمل عمليه الهيدروليس، هيديني مين يا شباب؟ هيديني اللي هو السايكلوهوكسين كربوكسيليك اسيد، سايكلوهوكسين كربوكسيليك ايه؟ كربوكسيليك اسيد. هعمل هيدروليسيز للنيترايل. فاكرين في الترم الاولاني لما كنا بنقول عندي سي اتش 2 سي ان، سي اتش 2 سي ان، كنت بقول لك لما بعمل لها عمليه هيدروليسيز، كنت السيانو جروب ديت، السيانو جروب دي كنا بنسميها نيترايل، لما بعمل لها عمليه هيدروليسيز قلت لك بتحول الى الفري كربوكسيليك اسيد. هنا نفس الكلام، عندي هنا برضو الكايل هالايد ار سي اتش 2 اكس، افعلها مع الصوديوم سيانايد. احنا عارفين التفاعلات بتاعت الالكايل هالايد يا شباب مينلي، عشان ما اقعدش اسالكم ونضيع وقت، من كل التفاعلات بتاعت الالكيل هالايد مين لي عباره عن نيوكلوفيليك سبستيوشن ريأكشن، نتيجه للديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. يعني موضوع الالكترونيجاتيفيتي ديت بنشكره شكرا جزيلا، لان اغلبيه التفاعلات نتيجه للديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، واحد يبقى عليه بارشال بوزيتيف تشارج اللي هو الكربون، والهالوجين عليه بارشال نيجاتيف تشارج. انا عندي هنا الصوديوم سيانايد، انا عندي من هنا نيوكلوفيل يا شباب اللي هو السيانو سي ان، عليها شحنه سالبه عباره عن سترونج نيوكلوفايل، عباره عن انايون. انا عندي الانايون يا اما سترونج نيوكلوفايل يا اما نيوترال نيوكلوفايل. نيوترال نيوكلوفايل اللي هي الذرات اللي عندي اللي يكون عليها نان بوندنج الكترون، اقول عليها انشيرد الكترون بير اللي هي الكترونات المستوى الاخير المزدوجه. طيب يبقى السيانايد عليها نيجاتيف تشارج هتحل محل مين؟ تعمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون اللي عندي هنا ديت، حاجه اسمها الاس ان 2 رياكشن نيوكلوفيليك سبستيوشن 2. الفرق بينه بس بين الاس ان 2 والاس ان 1 ان الاس ان 1 ده بيحصل على التيرشري الكايل هالايد وبيمر بمرحلتين، لان طبعا التيرشري الكايل هالايد هيكون هايلي ستيبل، فهيبقى عندي كربوكاتاين هيقف عندي في الوسط، يبقى هيتم على مرحلتين. انما الاس ان 2 بيتم على البرايمري الكايل هالايد ماشي يا شباب، وبيتم على مره واحده، بيحصل باك سايد اتاك على الالكتروفيليك كربون ديت من الخلف، باك بقول عليها باك سايد اتاك، وفي نفس الوقت يخرج مين؟ يخرج الاكس. انا بس كده حاجه كده يعني ايه على السريع الفروقات ما بين الاس ان 2 والاس ان 1، لان ممكن ديت تتشرح لوحدها في المحاضره. يبقى انا عندنا حضرت الالكايل سيانايد زي ما انتم عارفين يا شباب، السيانو ديت بعمل لها عمليه هيدروليز سواء في الاسيديك ميديا او في البيزك ميديا، السيانو جروب. طبعا السيانو جروب السي ان دي يا شباب الاثره اللي ما بين اللي موجوده ما بين الكربون والان، واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ السيانو الروابط اللي موجوده بين واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ تمام، عباره عن ثلاث سي تريبل بوند ان، تمام ماشي يا شباب. هتحول لي مين؟ هتحول لي الى الفري كربوكسيليك ايه؟ الى الفري كربوكسيليك اسيد. الكلام ده انا كنت شرحت الميكانيزم ازاي سي ان يا شباب بيتحول الى الكربوكسيليك اسيد. الحاجه اللي زي ديت معلش اتعب نفسك شويه، خش على جوجل ايمج ولا اي حاجه، اقول هيدروليسيز اوف السيانايد او في النيترايل، هيطلع لك 50 ميكانيزم للحاجات ديت ازاي تم ده. طبعا الاو اتش والكلام ده عندك سواء كان في اسيدك او بيزك ميديا، الموضوع كله سهل وبسيط. الان بتسحب يبقى الكربون ديت هايلي الكتروفيليك، يبقى الاو اتش تعمل اتاك عليها، في الاخر خلاص هتكمل الميكانيزم هتلاقي الان ديت خرجت از امونيا، لو هي في وسط حامضه هتحول الى ان اتش 4، عشان بس الحاجات ديت ما نضيعش فيها وقت الله يكرمكم. ماشي يا شباب متفقين؟
كل اللي عايزك بس تعرفه ان انا عندي السيانو والكلام ده انتوا عارفينه من الكورس اللي فات، يعني كنت لا بحث السيانو بعمل لها هيدروليز تحول الى كربوكسيليك اسيد، تحول الى كربوكسيليك ايه، تحول الى كربوكسيليك اسيد سي او او اتش، والان بتخرج از ايه، از امونيا لو الوسط عندي حامضي، او ان اتش 3 ان اتش 4 لو الوسط حامضي، او ان اتش 3 فقط امونيا لو الوسط ايه، لو الوسط قاعدي. طيب اه بالظبط كده، نراجع الكورس الاولاني. بعد كده الفيزيكال كاركتر يا شباب، زي ما انتوا عارفين كده من الشكل كده، لما اجي اتكلم على ده عباره عن الكول ار او اتش، ده ووتر، ووتر بيعمل مع الالكول هنا، هو بيعمل معاه اثنين هيدروجين بوند، البوند المنقطه ديت بقول عليها هيدروجين بوند، وهنا نفس الكلام، بس طبعا عندي الكربوكسيليك اسيد هيعمل عندي ثلاثه. شوف عندي هنا ادا الار او اتش، ده الالكول اهو ار او اتش، الاتش ديت مع مولكيول من الووتر بالنون بوندنج الكترون اللي موجوده على الاو هتعمل لها هيدروجين بوندنج. الاو نفسها بتاعت الاو اتش بتاعت الكحولات، انا لما اقارن الكحولات بالكربوكسيليك اسيد نفس الكلام يا شباب، هيبقى عندي هنا برضو هيبقى عندي برضو هيدروجين بوندنج ما بين الاو وبين الاتش. الهيدروجين بوندنج زي ما انتم عارفين من سنه اولى يا شباب بتحصل متى؟ بيكون عندي هايلي الكترون نيجاتيف اتوم زي الاو او زي الان متصله بهيدروجين، فهتسحب منه الالكترون زي اللي موجوده عندي كده في الايه في الالكول او اتش، يبقى الاتجاه ماشي كده ناحيه الذره الاكثر سلبيه كهربيه، يبقى كده الهيدروجين يتكون عليه ايه، بارشال بوزيتيف تشارج، بارشال بوزيتيف تشارج.
شباب معايا يا شباب؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي يا شباب ادا، يبقى انا عندي، انا عملت الهيدروجين بومبر، عندي طبعا هنا الوتر، الاكسجين بيسحب من الهيدروجين على نفس الوضع كده بالظبط. لو جيت هنا كده هلاقي الاكسجين بتاع الالكول ده عليه نون بوندنج الكترون، وعليه بارشال نيجاتيف تشارج اللي هو بيسحب من الهيدروجين. الهيدروجين بتاع الوتر ده عليه بارشال بوزيتيف تشارج، هيعمل لي مين؟ هيعمل لي حاجه اسمها بقول عليها الكتروستاتيك اتراكشن، عباره عن نوع من انواع ايه؟ الهيدروجين بوندنج. واكيد الكلام ده انتوا كلكم عارفينه والدنيا معاكم فيه سهل قوي. حاجه بص هنا ليه الكربوكسيليك اسيد، ادي الكربوكسيليك اسيد سي او او اتش، سي او او اتش هيعمل عندي كام واحده دلوقتي؟ انا عندي هنا ادا سي دبل بوند او، اعمل لي هنا اسرع مع مين؟ مع الاتش بتاع الووتر، تعمل لي هيدروجين بوندنج ادا واحد. عندي هنا الكربو الاو اتش بتاعت الهيدروكسيل جروب، هتعمل لي مع الووتر ادا اتنين. الاتش ديت نفس الكلام برضو، تعمل مع الاو، وممكن تعمل مع جزيء ايه؟ مع جزيء اخر. نتيجه ان الاو اللي عندي ديت الاتش اللي موجوده عندي دي يا شباب، الاتش ديت جايه من الايه؟ بتاعت الهيدروكسيل جروب، الهيدروكسيل جروب او اتش، الاو عليها لومبير وعليها بارشال نيجاتيف تشارج، نتيجه ان هي بتسحب من الهيدروجين ده، هتعمل لي هيدروجين، هتعمل لي هيدروجين بوندنج مع جزيء اخر من الووتر. الاتش نفسها بتاعت الهيدروكسيل جروب بتاعت الكربوكسيليك اسيد، هتعمل لي مع جزيء اخر من الماي مع الاو اللي عليها لومبير من الالكترون، تعمل معاهم برضو ايه؟ تعمل معاهم اسر. ماشي يا شباب؟ يبقى ده بقول عليه اللي هو الايه؟ اللي هو عندي، يبقى كده عندي ثلاثه هيدروجين ايه؟ هيدروجين بوندنج. هيدروجين بوندنج زي ما انتم عارفين في النوع اللي عندي ده اسمه انتر مولوكولار هيدروجين بوندنج، وفي عندي حاجه اسمها انترا. انترا لما بكون عباره عن جزيء داخل الجزيء نفسه، زي ما قلت كده في الكورس الاولاني اللي هو الاورسو نيتروفينول، الاورسو نيتروفينول ده بيعمل انترا مولوكولار هيدروجين بوندنج، زي ما خدته في العمل الساليسيليك اسيد بيعمل انترا مولوكولار هيدروجين بوندنج انترا. انما الراجل اللي قدامي ده برام جزيء مع جزيء اخر، سواء هو نفسه ميه مع ميه، ميه مع الكل مختلفين، برام جزيء مع جزيء، يبقى ده اسمه انتر. الهيدروجين بوندنج في جزيء واحد، جزيء واحد في الحالتين، ماشي يا شباب؟ يبقى ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه انترا. برام جزيئات منفصله، جزيء مع جزيء اخر سواء متشابهين او مختلفين، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه انتر مولوكولار هيدروجين بوندنج. انما الواحد يبقى بيتم عليها يا شباب اللي هو الانترا مولوكولار هيدروجين بوندنج، زي حاجه خدناها الانترا مولوكولار هيدروجين بوندنج في الاسيلين جلايكول اللي هو عامل زي ده كده، او اتش او اتش، ده اسمه اسيلين جلايكول مع بعض، الاتش من هنا مع الاو من هنا تعمل هيدروجين بوندنج. السلسليك اسيد كل ما هو اورثو بوزيشن او واحد واثنين قريبين لبعض، يعملوا عمليه الانترا مولوكولار هيدروجين ايه؟ هيدروجين بوندنج. طيب عندي التفاعلات بتاعت الكربوكسيليك اسيد يا شباب، ده عباره عندي كربوكسيليك اسيد نتيجه ان هو بيطلع الاتش اس بروتون، يبقى اي حاجه ميتال هتحل محله، صوديوم يحل محله، بوتاسيوم يحل محله، امونيوم يحل محله، اي بام الاتش هيخرج از ايه؟ از بروتون. يبقى سهل ان الاتش ده لما احط اي بيز، اي بيز هتاخد لي الاتش ده از بروتون، واشوف البيز ديت متصله بايه؟ متصله بصوديوم، يبقى الصوديوم هيحل محلها، عباره عن امونيوم يبقى الامونيوم هيحل محله. ماشي يا شباب؟ عشان كده بيديني مين؟ الكربوكسيليت، حسب بقى الانايون اللي كان متصل بالبيز اللي موجوده عندي ديت. الكلام ده كله نتيجه ايه؟ نتيجه للاسيديتي بتاعه الكربوكسيليك اسيد، ان هو بيطلع لي الهيدروجين از ايه؟ از بروتون. طيب عندي بعد كده فيشر استريفيكيشن رياكشن، فيشر استريفيكيشن رياكشن خدته في الاعدادي تفاعل الاسطره، وخدناه في سنه اولى في الكحولات. الكحولات ايه هو تفاعل الاستريفيكيشن؟ انا اجيب كربوكسيليك اسيد مع كحول في وجود نقطتين ثلاثه اس كاتلس من المينرال اسيد، واكيد خدته الكلام ده في العملي، من المينرال اسيد ال H2SO4 هيحوله لي الى الاستر، يحوله لي الى الاستر. طب هنا يا شباب في التفاعل ده من النيوكلوفايل ومن الالكتروفايل، لما اقول من النيوكلوفايل الاسيد ولا الالكول؟ النيوكلوفايل. تمام، الكحول. والنيوكلوفيلس بتاعت الكحول جايه منين؟ جايه من اللون بير من الالكترون اللي موجوده على الاو، ده بقول عليه نيوكلوفايل. فين المركز بتاع النيوكلوفيلس عندي في الالكول؟ هو اللون بير من الالكترونات اللي موجوده على الاو بتاعت الاو اتش جروب.
انا عند الراجل ده بالظبط شبيه بالكربونايل كومباوند، عندي سي دبل بوند او، يبقى عندي ماينس ميزوميريك افكت، يبقى الاكسجين هايلي الكترونيجاتيف، هتسحب الباي بوند، يبقى الراجل ده عليه بارشال بوزيتيف تشارج، يبقى قوم جايب اللون بير من الالكترون اللي موجود على الاو، تعمل نيوكلوفيليك اتاك على اخونا ده. لما عمل اتاك يا شباب، ناس تركز معايا، كل ان التفاعلات دي هتتم على الكربوكسيليك اسيد وعلى اللي هو كل الديريفاتيف بتاعت الكربوكسيليك اسيد، سواء استر انهيدرايد اسيد كلورايد امايد، نفس الكلام ده، هو نفس الطريقه دي بالظبط، حاجه اسمها نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، استبدال نيوكلوفيل، يعني نيوكلوفايل هيحل محل حاجه نيوكلوفيليك وهتخرج از نيوكلوفايل، يعني نيوكلوفايل يحل محل نيوكلوفايل، عشان كده بقول عليه نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. ده المين رياكشن بتاع مين؟ بتاع الاسيد او الاسيد ديريف، نيوكلوفيليك سبستيوشن. انما لما كنا بنتكلم على الكربونايل كومباوند الالدهايد والكيتون، كانت نفس الجروب دي موجود عند السي دبل بوند او، ولكن في الالدهايد كانت الاو اتش دي كانت عباره عن اتش، الكيتون كانت عباره عن الكايل جروب ار، مش قلت لك عباره عن كربون سي دبل بوند او، يمينها كربون وشمالها كربون، دولت ما كانوش بيحصل ليه نيوكلوفيليك سبستيوشن، كان بيحصل نيوكلوفيليك اديشن وليس سبستيوشن. ليه؟ لان سواء الهيدروجين او الالكايل جروب، بقول عليها بور ليفنج جروب، بور ليفنج جروب ما تعرفش تغادر، هتفضل ماسكه، ما فيش عندي اي بولاريتي، ما فيش عندي الديفرنس في الالكترون نيجاتيف بينها وبين الكربون مش كتير، لو كنت بقول عليها بور ليفنج جروب، عشان كده التفاعلات كانت بتبقى عباره عن نيوكلوفيليك نيوكلوفيليك اديشن. كان النيوكلوفايل زي الالكول ده، لما كنت بقول لك بنكون الهيمي اسيتال والاسيتال والهيمي كيتال والكيتال، الله يرحم ايام زمان وليالي زمان، ماشي، الراجل ده كان يعمل باللون بير من الالكترون اللي موجود على الاو على الالكتروفيليك كربون اللي موجود عنده، كانت الباي بوند تطلع على الاو تتحول الى اوكسايد، يبقى عليها نيجاتيف تشارج، ودي بتبقى سنجل بوند، كنت بقول عليه تترا هيدرال انترميديت، كان ده عباره عن اوكسايد، كنت قلت لك الخطوه اللي بعد كده بيعمل عمليه ايه؟ الخطوه اللي بعد النيوكلوفيليك اتاك ده ولا النيوكلوفيليك اديشن، كان بيحصل عمليه بروتونيشن على الاو ويقف على كده، كان بيديني بقول لك الهيمي اسيتال او الاسيتال او الهيمي كيتال او الكيتال، لما كنت بعمل اديشن او نيوكلوفيليك اديشن بالكحول، اديشن او نيوكلوفيليك اديشن بالايه؟ بالكحولات يا شباب. يبقى ده الراجل ده باللون بير عمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كاربون. الاو كده لما عملت اتاك باللون بير اصبح عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين يا شباب؟ اللون بير اللي فقرتهم تخرج اخونا الهيدروجين ده از بروتون، يبقى ناقص اتش بروتون. في الحاله دي بقى نتيجه ان انا عندي هنا او اتش، مش ديت حصل اتاك كده وبقى عندي هنا او ار، الاو ار مسكت هنا، ادي او ار، هي او ار اللي جايه من الكحول، جايه من الكحول، مش ديت عمل اتاك وبعد ديت على شحنه موجبه جنبها اتش، خدت منه الاثر اللي بين الاو بين الاتش، خدتهم عشان تعوض اللون بير اللي فقدته، فالاتش خرج از بروتون، خلي عندك على جنب اتش بروتون. طيب انا عندي بعد كده الاو ديت عليها نيجاتيف تشارج اوكسايد، هنا بقى ما يحصلش عمليه بروتونيشن، ده بقول عليه تترا هيدرال انترميديت، دهوت بيكون انستيبل، الاستابيليتي بتاعته بقى في كل الاسيد او الاسيد دريفت هترجع تاني ازاي؟ ان انا ارجع تاني الكربونايل جروب، ترجع تاني سي دبل بوند او، واللي عندي ده على اليمين ده على طول، خلي بالك اللي على يمين الكربونايل جروب بتاعت الاسيد او الاسيد ديريفاتيف على طول بتخرج از جود ليفنج جروب. دلوقتي لما الاثر دي رجعت تاني كده، الكربون ده بقى حواليه كام بوند دلوقتي؟ حواليه كام بوند يا شباب؟ لان التفاعل ده هو المين رياكشن في كل الايه؟ في كل الاسيد او الاسيد ديريفاتيف، هيبقى بنفس الطريقه كده على طول، هتبقى خمسه. يبقى لازم من اللي يخرج الاو اتش هتخرج از جود ليفنج جروب. الاو اتش هتخرج از جود ليفنج جروب از ايه؟ از اناين او اتش ماينس، او اتش ماينس. طيب الاتش البروتون اللي قلت لك خليه عندك على جنب اللي خرج من هنا من الكحول، الاتش البروتون اللي خرج من الكحول، يبقى المصدر دلوقتي الاتش البروتون اللي خرج من الكحول ده خرج از بروتون مع الاو اتش، يديني مين؟ يديني الماي الاتش 2 او، يبقى مصدر الاتش 2 او اللي خرج في عمليه الاستريفيكيشن رياكشن يا شباب، الاو اتش مصدرها من الكربوكسيليك اسيد، والاتش مصدرها من الكحول، والاتش مصدرها من الكحول وليس العكس، وليس ايه؟ وليس العكس. يبقى ده عباره عن نوع من التفاعل نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. تفاعل القسطره ده يا شباب اغلبيه تفاعلات الاستريفيكيشن دي زي ما انتم عارفين من الفسيولوجي، فعندي حاجه اسمها الاستريز انزيم. الاستريز انزيم ده من الاسم كده بيعمل عمليه هيدروليسيز للاستر، مركب عندي زي ما خدته مثلا الاسيتايل كولين، مش خدته كولينرجيك ريسبتور؟ خدته كولينرجيك ريسبتور ده ولا ما خدتوش؟ اللي بيشتغل عليها الاسيتايل كولين، بيشتغل على الاسيتايل
بيكسروا مين؟ الكولين استريز انزيم. الكولين استريز انزيم هو بقى الكولين استريز بيعمل ايه؟ بيجي على الاستر جروب اللي موجوده في الاسيتايل كولين ويعمل لها نفس الكلام ده. عندي دي مجموعه الاستر ديت يقوم جاي مكسرها كده. لما يجي يكسرها كاني بالظبط بعمل عمليه هيدروليسيس. لما اعمل هيدروليسيس للاستر ده يا شباب يديني ايه؟ هيديني الحاجات اللي جاي منه. عندي ادي الووتر اهيت، كان الووتر هتتفاعل مع الاستر ده تاني. الاتش هيروح للاو يحولها الى ار او اتش، والاو اتش هتروح للار سي دبل بوند دول الاسايل جروب، دي بقول عليها اسايل جروب، يتحول الى كربوكسيليك اسيد. عشان كده التفاعل ده تفاعل عكسي. تفاعل ايه؟ تفاعل عكسي. يبقى هو ده نفس الفكره بتاعت ازاي الكولين استريز انزيم بيشتغل عندك في الجسم، او اي استر بيشتغل، اي استر بيشتغل عندك في الجسم. طيب ما علينا. يبقى انا دلوقتي اداني مين؟ عملت عمليه بيقول عليها فيشر استريفيكيشن رياكشن. طبعا الاتش اللي عندي الموجب ده يا شباب، الاتش الموجب ده بقول عليه نقطتين ثلاثه من اتش تو اس 4، عشان الراجل ده بيشتغل از دي هيدريتنج ايجنت. دي هيدريتنج ايجنت يعني هياخد الماي اللي خرجت من هنا من هذا المكان، ماشي يا شباب، يبقى تحول الى الهيدرونيوم ايون، فبالتالي عمليه الهيدروليسيس مش هتحصل نتيجه ان عند الاتش 2 او اس 4 بقول عليه ديهايدريتنج ايجنت. يبقى نتيجه التفاعل العكسي اللي عندي ده مش هيحصل، يبقى هيديني مين؟ يقف عند تكوين مين؟ تكوين الاستر. علاوه على ان الاتش البروتون ده برضه له رول ثاني كانزم بتاع الرياكشن، مش عايزين نطول عشان العمليه ايه ما تستغرقش وقت طويل. طيب عندي هنا يا شباب نفس الكلام، عندي هنا ادى الاسيتيك اسيد بفعله مع مين يا شباب؟ بفعله مع الايثانول. نفس الكلام هيديني الايثايل اسيتين. قلت لك لما من الكربونايل كوماده ما كنا بنشرح الالفا اسيتيك الفا كربون، كنت بقول لك عندي الاستر. الاستر ده بقى اسميه ازاي؟ بسمي الالكايل جروب الاول اللي هي مصدرها الكحول يا شباب. الالكايل جروب اللي جاي مصدرها الكحول، ادي الالكايل جروب هنا جاي من الايثانول اللي موجود عندي ده. يبقى بقول الاول ايثايل، اكتب الاول ايثايل. الراجل ده عباره عن ايه؟ عباره عن اسيتيك اسيد. بقول ايثايل اسيتيت، ما بقولش ايثايل اسيتيك اسيد، لا اقول ايثايل اسيتيت. ممكن تقول ايثايل اسيتيك اسيد استر في الاخر، بس هو الافضل اقول ايثايل اسيتيت. الاي سي بتاعت الاسيد ديت بحط مكانها اي تي اي في الاخر، وهنشوف دلوقتي التسميه برضو بتاعت الاستر. طيب يبقى ده فيشر استريفيكيشن رياكشن بيديني الاستر. يبقى يا شباب كل التفاعلات بتاعت الاسيد او الاسيد دريفتف سواء كانت استر زي ده او سواء كانت ايمايد او كان عباره عن اسيد كلورايد هنشوفها دلوقتي. الجزء اللي على يمين الكربونايل جروب ده، الجزء ده بيخرج از جود ليفنج جروب، از جود ليفنج جروب. يعني لما اقول لك ازاي من الاسيد تحضر الاستر، هتقول لي الاسيد بفعله مع الكحول هيديني استر. طب ازاي الاستر يديني الاسيد؟ يبقى الاستر اعمل له عمليه هيدروليس. لما اعمل له عمليه هيدروليس للاستر يا شباب اهو نفس الكلام، مش دي الكربونايل جروب؟ ادي الكربونايل جروب. فين الجزء اللي على يمين؟ ده الجزء اللي على يمين الالكوكس جروب ار او، يبقى ده هيخرج از جود ليفنج جروب. يعني عنده او عليها نيجاتيف تشارج وار، ده لما يخرج از جود ليفنج جروب هيبقى ار او وعليها نيجاتيف تشارج. يبقى معنى ذلك الراجل ده سهل يحصل له بروتونيشن يتحول الى ار او اتش. الار او اتش يديني تاني مين؟ يديني تاني الالكو. هنتكلم على الهيدروليسيس ده تاني في الاستر بشيء من التفصيل ان شاء الله. ثانية واحدة يا شباب.
يا شباب خدنا بريك اهوت، قاعدين نلعب النهارده اهوت، بقى عايزين ايه؟ مضينا لعبه اهو. ناس سامعاني يا شباب؟ صوتي واصلكم ولا في جاب بيني وبينكم؟ تمام. في عندي يا شباب في تفاعل اسمه هيلفول هارد زيلينسكي رياكشن، اتش في زد، هيلفول هارد زيلينسكي رياكشن، هيلفول هارد زيلينسكي رياكشن. الراجل ده بقول عليه اسمه الفا هالوجينيشن اوف الكربوكسيليك اسيد، هيلفول هارد زيلينسكي رياكشن. الجزء ده يا شباب اهميته زي ما قلت لكم كده، اغلبيه الحاجات اللي بتحصل في السيولوجيا في الجسم، اغلبيه الحاجات اللي بنستخدمها فيها تفاعل استريفيكيشن، تفاعل الايماي، الكلام ده كله فدي بالاهميه بمكان ان احنا لازم نعرف الحاجات ديت. يعني حاجه زي التفاعل القدامي ده هيكون لي، هحضر منه الامينو اسيد، هحضر منه الامينو اسيد اللي هي بتحضر لي، بحضر منها البروتينز والكلام ده كله. الهيل فول هارد زيلينسكي رياكشن بيقول عليه الفا هالوجينيشن اوف الكربوكسيليك اسيد، ال فول هارد زيلينسكي رياكشن اتش في زد. ادي عندي هنا يبقى من الاسم كده الفا هالوجينيشن اوف الكربوكسيليك اسيد، من الاسم كده الفا هالوجينيشن يعني ايه؟ يعني الالفا كربون اللي هي بجوار السي دبل بوند زي ما قلنا في الكربونيل كومباوند، بس انا عندي هنا مين؟ الفول هارد زيلينسكي رياكشن ده عباره عن كربوكسيليك اسيد. الاتش اللي عندي ديت لها اسيدك كاركتر فبتخرج از بروتون، بيحل محلها مين؟ البي ار بس از الكتروفايل. يعني مش عايزين نطول المواضيع ونشعب الامور، خلينا كده في الهادي وفي المعقول. يبقى الهالوجين ده اللي عندي ده الريجنت اللي عندي اهم حاجه، والتفاعل ده مهم وحاجه في الامتحان. برومين مع تريسز من الفوسفورس او موجود عندي الفوسفورس تراي برومايد، فوسفورس تراي برومايد. يبقى البرومين في وجود تريسز من الفوسفورس او بيستخدم الفوسفورس تراي برومايد، فوسفورس تراي برومايد. كل ما هنالك اللي انا عندي يا شباب يكون عندي الفا كربون، احنا عارفين ان ما تعرف الالفا كربون هي الكربون اللي هي مباشره اللي بجوار الكربونيل جروب، مش انا عندنا سي دبل بوند وعنده او اتش اللي هي على طول بجوار الكربونيل جروب. احنا ما باجي اسمي بي الكومن نيم او التريفيال نيم بقول الكربون اللي بعد الكربونيل جروب دي بقول عليها الفا، واللي بعدها بيتا، واللي بعدها جاما، واللي بعدها اوميجا، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يبقى الالفا كربون ديت نتيجه للاسيدتي بتاعت السي دبل بوند بتسحب الاتش دي سال ان هي تخرج از بروتون، بس ده موجود في كربوكسيليك اسيد، كربوكسيليك اسيد فاسمه هيل فول هارد زيلينسكي رياكشن اتش في زد. يبقى الراجل ده الايجنت اللي بستخدمه برومين في وجود تريسز من الفوسفورس او بستخدم الفوسفورس تراي برومين. الراجل ده بقى هو كل اللي عملته الاتش ديت اللي هي في على الالفا كربون ديت ماشي يا شباب بتخرج وبستبدلها بمين؟ بالبي ار، بستبدلها بالبي ار، يبقى اداني برومو 2 برومو او الفا برومو كربوكسيليك اسيد. ما هي ديت لو بالايوباك هيبقى 1 2 يبقى 2 بروم، اقول عليها الفا برومو كربوكسيليك اسيد. طيب لو عندي السي اتش 2 اللي عندي دي يا شباب مستبدل الاثنين هيدروجين دولت باثنين الكايل، يبقى التفاعل ده هينفع معاها؟ ينفع الفول هارد زيلينسكي رياكشن؟ عمره ما ينفع، انا لازم يكون عندي الفا كربون، والشرط الثاني لازم يكون عليه الفا هيدروجين، لازم يكون عليه ايه؟ الفا هيدروجين، لازم يكون عليه الفا ايه؟ الفا هيدروجين. تمام. يبقى كل ما هنالك يبقى برومين في وجود التريس من الفوسفورس وجود الفوسفورس راي برومايد. الراجل ده هجيبه لك في التحويلات ازاي ايه؟ ازاي سيادتك ايه تحول بوم مركبات ثانيه بتتحضر منه هنقولها دلوقتي حالا. انا عندي هنا الاسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد ده موجود الفوسفورس تراي برومايد، يبقى ده عباره عن تفاعل ايه؟ اتش في زد، هيل فول هارد زيلينسكي رياكشن اتش في زد. الراجل ده الشرط بتاعه يكون عندي الفا كربون اللي هي الكربون اللي بعد الكربونيل جروب عليها الفا هيدروجين، اتليست هيدروجينه واحده، يبقى الهيدروجين هيخرج بستبدل محله مين يا شباب؟ البي ار. يبقى اداني البرومو اسيتيك اسيد 2 برومو اسيتيك اسيد، اقول عليها الفا برومو اسيتيك اسيد. الالفا برومو اسيتيك اسيد دلوقتي عندي برومو بقى، دي ممكن اغير بقى ايه يا شباب؟ اغيرها بسيان، مش ديت عند بي ار وسي ان، من اللي بيسحب؟ من اللي عليه بارشال بوزيتيف تشارج ومن اللي بارشال نيجاتيف؟ من اللي بارشال بوزيتيف يا شباب؟ الكربون ولا البي ار؟ من الالكتروفايل؟ الكربون ولا البي ار؟ الكربون. يبقى سيادتك بقى تجيب كل النيكلوفايل اللي تعرفها في حياتك العلميه بالنسبه للجزء الاورجانيك ده وفعله معاها. يبقى انا عندي هنا البي ار، اجيب سيانو، سيانو جروب هتحل محل البي ار، نيكلوفيليك سبستيتيوشن، البي ار بتسحب كده هايلي الكترو نيجاتيف، يبقى الكربون دي عليها بارشال بوزيتيف تشارج.
فعلى طول نيوكلوفيليك اتاك والبي ار تخرج، يبقى عباره عن نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. الداني اللي هو عباره عن السيانو اسيتيك اسيد، احنا لسه قايلين من شويه بالظبط نقدر نستبدله على طول اي حاجه نيوكلوفيليك. السيانو جروب اللي عندي ديت لسه قايلين من شويه في الكورس الاولاني لما بعمل لها عمليه هيدروليسيز يا شباب، السيانو جروب تتحول الى ايه؟ السيانو جروب تتحول الى ايه؟ تتحول الى كاربوكسيليك اسيد جروب. كاربوكسيليك اسيد جروب. يبقى الراجل اللي قدامي ده يا شطار حبايبنا الشطار، اللي قدامي ده اسمه ايه؟ هذا الشاب الذي يحتوي على اثنين كاربوكسيليك اسيد جروب، ما شاء الله مالونيك اسيد، عباره عن مالونيك اسيد. اقول لك المالونيك اسيد ده، او اقول لك من الاسيتيك اسيد، السؤال من الاسيتيك اسيد ازاي تحضر الباربيتيوريك اسيد؟ فاكرين الباربيتيوريك اسيد اللي احنا خدناه في الهيتيرو ده اللي لسه باقي لها محاضره؟ الباربيتيوريك اسيد كنت بحضره منين الباربيتيوريك اسيد ده؟ من الداي ايسايل مالونيت، او من المالونيك اسيد هذا الذي ستاكله الدود، افعله مع اليوريا. يبقى الاسيتيك اسيد، قبل بقى ما اجيب المالونيك اسيد ده هعمل ايه بقى؟ لما اقول لك ازاي تحضر الباربيتيوريك اسيد من الاسيتيك اسيد، التفاعلات بتاعت الدكتوره، الاسئله بتاعت الدكتوره بشاير ديت، ماشي يا شباب؟ يبقى ده اعمل له اتش في زد رياكشن هيتحول لي الى البرومو اسيتيك اسيد، البرومو اسيتيك اسيد افعله مع السيانو يديني السيانو اسيتيك اسيد، اعمل له هيدروليسيس السيانو جروب هتتحول لكربوكسيليك اسيد تديني المالونيك اسيد، المالونيك اسيد افعله مع اليوريا، او قبل ما افعله مع اليوريا ممكن افعله مع هالوجين عشان يتحول الى اسيد كلورات، يبقى عندي سي اتش 2 سي او سي ال سي اتش سي او سي ال، يبقى التفاعليه بتاعته اكتر اللي هو المالونايل كلورايد، او اعمل له استريفيكيشن يديني الداي ايسايل مالونيت افعل المالونيك اسيد ده، مش ده اسيد وداي كاربوكسيليك اسيد، داي كاربوكسيليك اسيد افعله مع الكحول، هعمل عمليه استريفيكيشن، اعمل عمليه استريفيكيشن، او اخده ذات نفسه كده وافعله مع اليوريا يديني مين؟ يديني الباربيتيوريك اسيد، يديني الباربيتيوريك ايه؟ الباربيتيوريك اسيد. لو فعلت الراجل ده يا شباب، هذا الشاب ده مع الامونيا، الامونيا عباره عندي لون بير من الالكترون، عباره عن ايه؟ عباره عن نيوترال نيوكلوفايل، بالظبط كده، كل الطرق بتؤدي الى روما. طيب يبقى انا عندي الان عليها لون بير من الالكترون، يبقى دي السنتر بتاع النيوكلوفيلس، هتعمل ايه؟ تعمل اتاك على الالكتروفيليك كربون بتاعت السي اتش 2، اداني مين؟ اداني ان اتش 3 سي اتش 2 سي او اتش، لان عليها شحنه موجبه. هتعوض اللون بير بتاعها ازاي؟ يجيبهم منين؟ تفقد الهيدروجين ده از بروتون مع البي ار، يبقى ناقص اتش بي ار، تخرج يخرج از اتش بي ار، وتبقى عندي مين ده؟ عباره عن ايه ده يا شباب؟ اللي قدامي ده اسمه ايه ده؟ اسمه عباره عن التو امينو اسيتيك اسيد ده يا شباب، اسمه الجلايسين، عباره عن امينو اسيد. الجلايسين، جلايسين الاميد يا دكتوره زهراء بيكون عندي سي او ان اتش 2، سي او ان اتش 2، انما انا عندي هنا امينو جروب لوحدها وسي او اتش جروب لوحدها وبينهما عازل سي اتش 2، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ده عباره عن امينو اسيد اللي بيرتبطوا مع بعض، الامينو اسيد مع بعضها عشان تكون لي البيبتايد لينكج وتكون لي البروتينز، بتكون من الامينو اسيد. الامينو اسيد زي ما قلت لك قبل كده بيوجد على هيئه زفيتر ايون، زفيتر ايون يعني ايه؟ مش عندي ديت قلت ديت كربوكسيليك اسيد بتطلع الاتش اس بروتون، طب الاتش ده لما خرج اس بروتون هيروح فين؟ هيلاقي اللون بير من الالكترون اللي موجود على الان، يعمل عليها بروتونيشن، يبقى ان اتش 3 والان عليها بوست في تشارج سي اتش 2 سي او او. يبقى اقول لك ازاي من الاسيتيك اسيد ازاي سيادتك تحضر لي الجلايسين، يبقى نفس الكلام باتش في زد رياكشن. اقول لك ازاي من الميثايل كلورايد ازاي تحضر الباربيتيوريك اسيد، من الميثايل كلورايد ازاي تحضر لي الباربيتيوريك اسيد، يبقى الحل ايه يا شباب؟ ميثايل كلورايد ازاي تحضر الباربيتيوريك اسيد، حاجه صغيره قوي عايز احضر منها حاجه كبيره قوي، ميثايل كلورايد عايز احضر منه نزيف، بل في الحاله ديت الاول احوله الى كربوكسيليك اسيد، افعله مع البوتاسيوم سيانايد صوديوم سيانايد، يبقى السيانو هتحل محل مين؟ مش لسه قايلين من شويه في تحضير الكربوكسيليك اسيد، السيانو هتحل محل الهالوجين، السيانو اعمل لها هيدروليسيز اداني الاسيتيك اسيد اتش في زد رياكشن، وجيب اللي سيادتك عاوزه. بعد كده عندي لو فعلته مع بوتاسيوم كربونيت في وجود الماي، بوتاسيوم كربونيت في وجود الماي من خلال خبرتكم العميقه في الاناليتيكال والاعدادي ديت هيتفاعلوا مع بعض هيديني اللي هو صوديوم هيدروكسيد. صوديوم ايه؟ اديني صوديوم هيدروكسيد، والبزير عندي هتكون ضعيفه لان ده عباره عن بوتاسيوم كربونيت ضعيف في ماي، هيبقى سورس الاو اتش،
الاو اتش اللي هتحلل لي المحل مين؟ محل البي ار. يديني مين يا شباب؟ يديني الالفا هيدروكسي كربوكسيليك اسيد، الالسي كربوكسيليك اسيد، الفا هيدروكسي كربوكسيليك اسيد. الناس اللي هتقعد تفكر ده مع ده، ده اداني كربونيك اسيد مش ده بوتاسيوم كربونات الوتر، يديني اتش 2 سي او 3 زائد صوديوم هيدروكسيد كربونيك اسيد زائد صوديوم هيدروكسيد. الاو اتش بتاعت الصوديوم هيدروكسيد هي اللي موجود قدام سيادتك دي، يبقى ده اداني الفا هيدروكسي كربوكسيليك اسيد او الفا هيدروكسي اسيتيك اسيد. بعد كده الريدكشن، ريدكشن اوف الاسيد، لما بعمل عمليه الريدكشن للاحماض يا شباب، الكلام ده قلناه في الكربونيل كومباوند لما كنا بنحضرها، قلت لك لما بستخدم سترونج ريديوسنج ايجنت، سترونج ريديوسنج ايجنت كان بيحول لي سترونج زي ليثيوم الومنيوم هيدرايد هيحول لي الكربوكسيليك اسيد الى برايمري الكول. كنا بنقول لما بعمل اوكسيديشن للالكول بيديني كربوكسيليك اسيد، العكس صحيح، الكربوكسيليك اسيد لما اعمل له عمليه ريدكشن بالليثيوم الومنيوم هيدرايد وبعد ثاني خطوه اعمل عمليه هيدروليسيس يديني مين يا شباب؟ يديني الايه؟ يديني الالكول، يديني الالكول. وانا فاكر حاطط لكم الميكانيزم بتاع الحاجات ديت في اخر السلايدات يا شباب، واحنا شارحينه في الكورس الاولاني، وحاطط لك في اخر سلايد الميكانيزم بتاع عمليه الريدكشن ده بالتفصيل برضه ان شاء الله. يعني كنت هنا لما كنت بقول لسيادتك عايزين ده الكربوكسيليك اسيد لما بعمل له عمليه الريدكشن لما كنا بنحضر الالدهيد والكيتون علشان يقف عند الالدهيد يا شباب، كنت بعمل ايه في الليثيوم الومنيوم هيدرايد ده؟ كنت قلت لك بستبدل كل، بقول لك كان عندي حاجه اسمها داي ايزوبيوتايل الومنيوم هيدرايد، ده بقلل تمام اسراء، بقلل عدد الهيدرايد اللي موجوده عندي ديت، لان الهيدرايد ده هو عباره عن نيوكلوفايل اتش وعليها نيجاتيف تشارج بتعمل اتاك على الالكتروفيل الكربون دي. كان مديني اول خطوه الدهايد، والالدهايد بعد كده يحصل له فيرزر ريدكشن يتحول الى مين؟ يتحول الى الايه؟ البرايمري الكول. فكنت عشان اوقفه عند الالدهايد كنت بقول لك بستخدم حاجه زي الداي بول اللي هو الداي ايزوبيوتايل الومنيوم هيدرايد، تراي تيرشري بيوتوكسي الومنيوم هيدرايد. كنت بقول لك بنقلل الهيدرايد، بخلي اتش واحده فقط، اتش واحده فقط كهيدرايد علشان تعمل الريدكشن مره واحده فقط فيقف عند تكوين الالدهايد. طيب زي الاسيتيك اسيد دهوت لما جيت اعمل له عمليه الريدكشن اداني مين يا شباب؟ الايثانول. طيب نيجي بقى الكربوكسيليك اسيد دريفت، يبقى تفاعل الاتش في زد يا شباب والاستريفيكيشن ده مهم جدا جدا، وقلت الحاجات اللي نحولها منها والكلام ده كله ماشي. والكربوكسيليك اسيد ايه دريفت، وبرده ايه ما ننساش طلب الاخت كوثر قالت لكم لا ده هيعمل وهيعمل كمان ويقدر ما يعملش مراجعه. طيب كربوكسيليك اسيد دريفت ماشي يا شباب. لا ما عملش على طول، اتصل بالمحافظ، المحافظ على طول اتصل بالشرطه، ده ما عملش مراجعه ومش اتفقنا، احنا اتفقنا مراجعه، احنا ما خدناش ما قلناش حاجه غير كده، واللي يخل بالعهد واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، ده هتقول لي ربنا ايه ما عملتش مراجعه؟ بالظبط كده. كربوكسيليك اسيد ديريفاتيف يا شباب، انا الكربوكسيليك المشتقات بقى من الكربوكسيليك عندي حاجه اسمها الاسيد هالايد، الكلام ده اللي كنا بنستخدمها كاستايليتنج ايجنت، استخدمناها في الامينز واستخدمناها في ريدل كرافت اسايليشن وكلها، وعلى الريوك بتاخدها كل حاجه في حياتك كلها، كل الحاجات دي موجوده. ده بقى الراجل ده بقول عليه اسمه الاسيتايل كلورايد، ما فيش ريوك ولا حاجه يا شباب لا تصدقوا، الاسيتايل كلورايد ده ملوش دعوه لحد يشربه على الفطار ولا حاجه، اسيتايل ايه؟ اسيتايل كلورايد، او بقول عليه استيل كلورايد، بقول عليه ايثانويل كلورايد. جاي منين؟ من الايثان، مش اتنين كربون يبقى اسمه ايثان. الاي اللي في الايثان اللي في الالكان بتاع ان اللي في الالكان ديت بستبدل الاي باو واي ال، او واي ال يبقى اسمه ايثانويل كلورايد، يبقى ده ايوه اتنين، الكومون نيم استيل كلورايد تمام. بعد كده 3 ميثايل بيوتانويل كلورايد، 3 ميثايل بيوتانويل كلورايد، انا عندي 1 2 3 الكربون اللي ماسكه في السي دبل بوند او هيبقى عليها ميثايل، يبقى 3 ميثايل بيوتانويل مش 4 كربون بيوتانويل كلورايد. بقول عليه بقى يا شباب برضه حاجه ثانيه بس مش مشهوره قوي، ان انا عندي بسمي ده لوحده اقول 2 ميثايل، 2 ميثايل بروبين، وبعد كده اقول كربونايل كلورايد، اسمي كاني بسمي ده عندي هنا مشتق من الكربون رقم 2 في البروبان، بروبان اللي هي 3 كربون سي اتش 3، بقول 2 ميثايل بروبين كربونايل كلورايد، مش دي السي دبل بوند مجموعه كربونايل وادي السي ال كلورايد، يبقى التسميه دي بتساوي التسميه دي بالظبط.
الاسيد انهيدرايد زي الاسيتيك انهيدرايد، ده اشهر مشهور، ده عباره عن جزئين من الكربوكسيليك اسيد من الاسيتيك اسيد ونزعت منهم ماي، علشان كده اسمه اسيتيك انهيدرايد. انهيدرايد يعني منزوع منه الماي. ده كده يا شباب، دي كده مع او اتش هنا، ده اسيتيك اسيد. مش لسه قايلين ده اسيتيك اسيد؟ طيب والراجل ده، والراجل ده لوحده سي اتش 3 سي او او، يبقى الراجل ده عايز اتش اهو. يبقى دول كده اتنين جزيء من الاسيتيك اسيد، ادا واحد سي اتش 3 سي او او اتش وسي اتش 3 سي او او اتش. ده بقى انا هنزع ماي، ادي المايه اهي. اتبقى عندي مين؟ الاسيتيك انهيدرايد اللي قدام سيادتك، ده عباره عن مجموعتين اسيتايل، عشان كده بيستخدم از جود استايليتنج ايجنت. جود استايليتنج ايجنت، نفس الاسيتايل كلورايد بالظبط، وده افضل. الاسبرين بحضره من تفاعل الاسيتايليشن ما بين الاسيتيك انهيدرايد والسالسيليك اسيد، يديني الاسبرين. عندي هنا برضو تاني ممكن اسميه ازاي؟ بسمي كل كربوكسيليك اسيد لوحده اللي جاي منه الانهيدرايد ده، وفي الاخر اكتب كلمه انهيدرايد. انا عندي الاسيتيل جروب دي جايه منين؟ جايه من اسيتيك اسيد. الجزئيه دي جايه منين؟ جايه من بروبيونيك اسيد سي اتش 3 سي اتش 2 سي، يبقى ده بروبيونيك. يبقى اقول اسيتيك بروبيونيك انهيدرايد، اسيتيك بروبيونيك انهيدرايد. او بالايوباك الاسيتيك اسمه ايثانويك، البروبيونيك اسمه بروبانويك، وفي الاخر اكتب كلمه هيدرايد. اكتب كلمه ايه؟ هيدرايد. الاستر مش ده كان ده الصوديوم سولت بتاع الاسيد؟ قلت لك الكربوكسيليك اسيد في اتش بتخرج از بروتون، لو فعلته مع صوديوم هيدروكسيد كربوكسيليك اسيد الاو اتش هتاخد الاتش تديني ماي، والصوديوم تحل محل الهيدروجين اهو، يبقى ده عليه نيجاتيف تشارج والصوديوم عليه بوزيتيف تشارج. ده صوديوم بروبيونيت او صوديوم بروبانويت او اي باك او كومنين. ده بقى عندي بقى استر، ده كده عباره عن سولت، اللي قدامي ده عباره عن سولت، عباره عن ملح، عباره عن صوت حاجه موجبه وحاجه سالبه زي صوديوم كلورايد. قلت لك الزيفتر ايون ده عباره عن انترنال صوت، لان بيديني حاجه عليها شحنه موجبه وحاجه عليها شحنه سالبه، فانا عشان كده بقول ايه؟ عليه انترنال صوت، ملح داخلي. طيب الراجل اللي قدامي ده الاستر بسميه ازاي؟ بجيب الانكيل جروب الاولانيه زي ما شرحت قبل كده اللي جايه من الالكول، مش ده كان فيشر استريفيكيشن، احط الانكيل جروب وبعد كده اسمي الكربوكسيليك اسيد، بس المقطع اي سي اللي في الكربوكسيليك اسيد بحذفه واحطه مكانه او اي تي اي، يعني هنا بقول على ده ايسايل بروبانويت او ايسايل بروبيونيت، الاثنين بمعنى ايه؟ الاثنين بمعنى واحد. بروبيونيت ديت عباره عن كومون نيم، بروبانويت عباره عن ايوباك ايه؟ ايوباك نيم، عباره عن ايوباك نيم. الامايد يا شباب نفس الكلام، ادي مجموعه الامايد سي او ان اتش 2 سي او ان اتش 2 هم متصلين مع بعض على طول سي او ان اتش 2. الراجل ده بقول عليه ايه؟ انا عندي اثنين كربون يبقى اسمه ايسين ايمايد، نفس الالكان حرف الاي احذفه واحط مكانه كلمه ايمايد، ايسين ايمايد. الراجل ده كم كربون؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، بيبقى بيوتين، يبقى بيوتين ايمايد. انا بقول الزيفتر ايون ده هو بيكون موجود في المركبات اللي بتحتوي على اسيد جروب وبيحتوي على بيز جروب، هو ده الزيفتر ايون في مركب واحد يحتوي. مش كنت لسه بقول الجلايسين موجود فيه كربوكسيليك اسيد جروب وموجود فيه ان اتش 2 جروب، فنتيجه للاسيديتي بتاعه الكربوكسيليك اسيد جروب بتفقد الهيدروجين از بروتون، ونتيجه للبيزس بتاعه الامينو جروب اللي عليها لون بير من الالكترون بتاخد الاتش البروتون، يبقى الكربوكسيليك اسيد موجود على هيئه كربوكسيليت والامينو جروب موجود على هيئه امونيوم، كان عملت عليه عمليه ايه؟ عمليه تكوين الامونيوم سولت، عشان كده بقول عليه مركب، بقول عليه زيفيتر ايون بس ليس الا يعني. والكلام ده اكيد انتوا خدتوه في السيوتك في الصيدلانيات والكلام ده كله. قلت لكم عندي هنا نفس الكلام في الايمايد، بسمي حسب عدد الكربون حسب الالكان واحذف الحرف اي اللي في الالكان واحط مكانه كلمه ايمايد. والكلام ده شرحناه في البريباريشن بتاعه الامينز، البريباريشن بتاعه الامينز افتكر ده. الراجل ده كل ده عباره عن برايمري ايمايد، برايمري ايمايد اقول لك ده عايز احضر منه برايمري امين، كل ده البرايمري ايمايد عايز احضر منه برايمري امين يا شباب، يبقى اعمل تفاعل ايه؟ سي او ان اتش 2 عايزه تبقى ان اتش 2 فقط. الناس اللي في الامتحان النهائي كانت عامله لي ليثيوم الومنيوم هيدرايد ماشي يا شباب، يبقى ده عباره عن ايه؟ هوفمان ديجراديشن، هوفمان هيدروليسيس.
نحط برومين في وجود مين؟ في وجود الصوديوم هيدروكسيد. وده عباره عن سكندري ايمايد، وده عباره عن تيرشري ايمايد حسب عدد الايه؟ الكربون اللي متصله يا شباب بمين؟ اللي متصله بالان. ده بقول عليه الان عندي ايه ديت؟ سي اتش 3 وهنا كربون، يبقى دي عباره عن سكندري ايمايد مش عندي ان. ما دام ان سي دبل بوند او مبدئيا يبقى كده بقول عليه ايمايد، ان سي دبل بوند او ايمايد. الان ديت فري كده ان اتش 2 يبقى ده برايمري ايمايد. استبدلت واحده من الاثنين اتش دول بمجموعه الكايل يبقى سكندري، استبدلت الاثنين هيدروجين بمجموعتين الكايل يبقى اسمه تيرشري ايمايد. الراجل اللي عندي ده قلنا المحاضره اللي فاتت اللي هو ان ان دايميثايل فورمامايد اللي هو الدي ام اف. الدي ام اف لما كنت بعمل فورمايليشن للبيرول، بعمل فورمايليشن للبيرول بدخل على البيرول سي اتش او، كنت بقول لك باستخدام الفوسفورس اوكسي كلورايد زائد الدي ام اف اللي هو ان ان ده ان ان كابيتال يعني ان اللي بعد الان دولت متصل بهم الكايل جروب، ودي معناها ان عندي نيتروجين. ان ان دايميثايل ادي دايميثايل، والراجل ده بقول عليه فورمامايد اتش سي دبل بوند او ان اتش 2. ده الفورمامايد العادي اللي هو كلمه فورمامايد اتش سي دبل بوند او ان اتش 2 اسمه فورمامايد. ده بقى انا استبدلت الاثنين هيدروجين باثنين بنسايل يبقى اسمه ايه؟ ان ان دايميثايل فورمامايد. ده بالراجل ده كنا بنقول عليه مره فاتت اسمه ايه؟ اسمه اسيتامايد. اسيتامايد اسيتامايد ليه؟ مش ده عباره كانه بالظبط جاي من الاسيتيك اسيد، اعتبره كانه جاي الامايد ده انا جاي كانه جاي الكومن نيم بتاعه كانه جاي من الاسيتيك اسيد. مش ده اسيتيك اسيد سي او او اتش يبقى اسمه اسيتامايد. الاي سي بستبدلها بامايد بالكومن نيم في الامايد. ده اسيتيك اسيد مصدره سي او او اتش بقول عليه اسيتامايد. الراجل ده كان مصدره ايه؟ فورميك اسيد. الفورميك اسيد عباره عن ايه؟ اللي كان الايوباك نيم بتاعه اسمه ميثانويك اسيد. HCOOH يبقى هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه عباره عن اللي هو الايه؟ الدايميثايل اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن الايه؟ عباره عن الفورما ايه؟ الفورمامايد. الفورمامايد كان جاي من فورميك اسيد يبقى اسمه فورمامايد. الاي سي استبدلها بي ايمايد. الاي سي استبدلها بي ايمايد. الايوبات بتعد عدد الكربون اللي موجوده عندك، يبقى الكان عادي الالكان ده احذف الحرف ايه واحط كلمه ايمايد، احط كلمه ايمايد. في عندي تفاعل للاسيتيك اسيد احط عليه فوسفورس اوكسو كلورايد يا شباب، بعمل له عمليه كلورينيشن، ده من التفاعلات بتاعه الكربوكسيليك اسيد، يبقى سي ال هتحل محل الاو اتش دي اسيد كلورايد. ده بالاسيد كلورايد ده، الاسيد كلورايد ده لما فعله مع الصوديوم اسيتيت، الصوديوم اسيتيت هتقول له حضرناه زي اقول لك من الاسيتيك اسيد مع صوديوم هيدروكسيد لسه قايلين من شويه، يبقى انا عندي هنا ديت في تشارج على الاو، وعندي هنا الاو ديت الكربون ديت عليها شحنه موجبه، مش الاو بتسحب منها، وعندي كمان السي ال بتسحب منها فهايلي رياكتيف، يعني اعلى حاجه في الرياكتيفيتي بتاعه الاسيد ديريفاتيف ديت اللي هو الاسيد كلورايد ده، يبقى الاو دي اللي عليها نيجاتيف تشارج تعمل نيكلوفيليك اتاك على الكربون ديت ويخرج عندي ان اي سي ال. اللي اتكون عندي ده عباره عن ايه يا شباب؟ سي اتش 3 سي او، ادي سي اتش 3 سي او، او سي دبل بوند او سي اتش 3، يبقى ده اسمه ايه؟ اسيتيك انهايدرايد. اسيتيك انهايدرايد، اسيتيك انهايدرايد، اسيتيك انهايدرايد. يبقى انا عندي ده يا شباب ده اسيتيك اسيد، اسيد كلورايد، ده الدريفتيف بتاعت ادي اسيد كلورايد، ادي استر او سي او او، وهنا ار وهنا ار، دي جايه من الكحول وديت جايه من الاسيد، يبقى ده اسمه استر. ده عباره عن ايمايد سي دبل بوند او ان، سواء برايمري سكندري تيرشري اسمه ايمايد. وده الايه؟ وده الانهايدرايد، ده الانهايدرايد. ادي عندي ادي عباره عن كربوكسيليك اسيد، وادي كربوكسيليك اسيد ثاني دولت جايين منه، حذفت منهم نزعت منهم ماي هيديني الاسيد ايه؟ الاسيد انهيدرايد. الاسيد انهيدرايد الراجل ده قلت اسمه اسيتايل كلورايد او ايثانويل كلورايد، ده اسمه بنزويل كلورايد. الكلام ده كله قايلينه والله في الترم الاولاني، كل ده كل الحش ده احنا حاشينه في الترم الاولاني. الراجل ده البنزويك اسيد لو ديت اتش اسمه بنزويك اسيد، ده هنا ميثايل يبقى اسمه ميثايل بنزويت، ده كده بنزويك اسيد سي او او اتش، حطيت هنا ميثايل يبقى اسمه ميثايل بنزويت. لما اقول لك الميثايل بنزويت ده بنحضره ازاي؟ تفاعل البنزويك اسيد مع مين يا شباب؟ تفاعل البنزويك اسيد مع مين؟ قول يا ست بتقول السؤال بتاعك والناس بتفكر. البنزويك عشان احضر الميثايل بنزويت معلش يا بتول هي غلاسه، معلش معلش استحمليني والله معلش انا اسف.
هريد الخيل ايه؟ مش ده استر يا شباب، استر ده استر يا شباب الله يهديكم، مش ده استر، استر ده استر، استر 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 ده بيجي من تفاعل مين مع مين؟ عباره عن تفاعل مين مع مين؟ زي ما فاطمه عباس كتبت كده، عباره هيبقى فعل بنزويك اسيد مع ميثانول، ميثايل الكول مع ميثانول في وجود نقطتين ثلاثه من السلفوريك اسيد، حمض مع كحول، فيشر استريفيكيشن، فيشر استريفيكيشن. وحل مع حمض في وجود نقطتين ثلاثة من المينرال اسيد عشان يمنع التفاعل العكسي. نفس الكلام ده يا شباب، ده اسمه بنزامايد الاروماتيك، ده البنزامايد ده والله واخدينه في الكورس الاولاني لما سي دبل بوند او، يا بتقول احنا بنراجع يا بتقول لا، احمد ربنا ان حاجه انت واخداها قبل كده وبتاخدها تاني نظرا لاهميتها، فاكيد تبقى سهله عليك بقى في المذاكره. البنزامايد ده نفس الكلام، الراجل ده عباره عن ايمايد، ازاي احضر منه الانيلين البنزامايد بالظبط زي ما زهراء كاتبه كده. لو انا عندي بنزويك اسيد وعايز احضر منه البنزامايد، بنزويك اسيد يبقى فاعل بنزويك اسيد مع امونيا يديني البنزامايد. الراجل ده قلت لك عايز احضر منه الانيلين يبقى اعمل له، اعمل له هوفمان ديجراديشن. الراجل ده عايز احضر منه الميثايل امين، مش ده اسمه اسيتامايد او ايثان امين، ايثان ايمايد ده اسمه لسه قايلين من شويه اسيتامايد او ايثان ايمايد. الراجل ده عايز احضر منه الميثايل امين، يعني عايز انزع السي دبل بوند او، يبقى بعمل ايه؟ هوفمان ديجراديشن. ده عايز احضر منه الانيلين، انزع منه السي دبل بوند واعمل هوفمان ديجراديشن. وهوفمان ديجراديشن ينطبق على مين؟ على البرايمري ايمايد، بحضر من البرايمري ايمايد، يعني لازم يكون عندي هنا سي دبل بوند ان اتش 2، ما ينفعش يبقى مستبدل. ولما شرحنا الميكانيزم وضحنا ازاي ان لازم بنستخدم في الميكانيزم الاثنين هيدروجين دول، فلو عندي سكندري ايمايد او تيرشري ايمايد لا يجوز، لا يجوز، ما ينفعش يتم عليه ايه؟ يتم عليه هوفمان ايه؟ هوفمان ديجراديشن. ده كل الانهيدرات اللي احنا عارفين حسب الايه؟ حسب قلت لك حسب الكربوكسيليك اسيد اللي جاي منه. الراجل ده جاي منين؟ سي اتش 3 سي دبل بوند، جاي من بنزوك، ده سي اتش 3 سي دبل بوند جاي من بنزوك، قول عليه بنزوك انهيدرايت، وادي اوف الويست يبقى اسمه بنزوك انهيدرايت. الساكسينيك اسيد كان عباره عن ايه يا شباب؟ سي اتش 2 سي اتش 2 سي او اتش سي او اتش، خدتوه في العملي وما ادراك ما العملي. انا عباره عن اثنين كربوكسيليك اسيد جروب، هل هتفاعل اثنين ساكسينيك اسيد مع بعض؟ الراجل ده ساكسينيك انهيدرايد، لا ده هو في اثنين كربوكسيليك اسيد مع بعض، اثنين كربوكسيليك اسيد مقبول عليه داي كربوكسيليك اسيد اللي هو الساكسينيك اسيد ده، عشان كده اللي طلع عندي ده الاثنين كربوكسيليك اسيد سي او او اتش وسي او او اتش، نزعت منهم ميه اتبقى عند الراجل اللي انت شايفه قدامي ده اللي بيدعو ربنا ده، ده اسمه ساكسينيك انهيدرايد، ساكسينيك انهيدرايد. الراجل ده اسمه ايثانوك انهيدرايد، ده الكومون نيم بتاع الراجل ده اسمه ايه يا شباب؟ الكومون نيم بتاع الايثانوك انهيدرايد ده، الكومون نيم بتاع الراجل ده اسمه ايه؟ اشهر مشهور في الانهيدرايد ده قلت لك سمي ده كربوكسيليك اسيد لوحده وده كربوكسيليك اسيد لوحده، اسيتيك انهيدرايد، بارك الله فيك صابرين، يبقى اسمه اسيتيك انهيدرايد. تمام، نيجي للرياكشن وانا مجمعها لكم كلها في حاجه بسيطه عشان خاطر بتول بتعد علينا بالدقيقه والثانيه، عشان خاطر بتول بتعد علينا بالدقيقه والثانيه، يعني لو 10 نص عدت ربنا يسترها. زي ما قلت لكم يا شباب كل التفاعلات، النقطة اللي جاية دي بس عشان تفهم كل التفاعلات اللي جاية دي كلها، أنا هحطهم لك كلهم في جهاز، إحنا كان ممكن الأسيد والأسيد ديريفاتيف دول ناخد فيهم كورس لوحدهم. الناس اللي قدامك دي كلها التفاعلات دي كلها لوحدها، ماشي يا شباب؟ كل التفاعلات بتاعة الكربوكسيليك أسيد أو الأسيد ديريفاتيف سواء كانت أنهيدرايد، سواء كان أسيد كلورايد، سواء كان إيستر، سواء كان إيمايد، بتتم بالإيه؟ بالنيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن للمرة المليون. انا عندي هنا مين النيوكلوفايل يا شباب؟ هفاعل دلوقتي استر او رياكشن اوف استر، هفاعل استر مع ماي، يعني بعمل هيدروليسيس للاستر. الكلام ده لسه قايله قبل كده، ادي استر اهو سي دبل بوند او، هنا ار جاي من الكول وار جاي من اسيد، هفاعله مع الماي. مين هنا النيوكلوفايل يا شباب؟ الاو اتش او اللون بير من الالكترون اللي موجوده على الاو بتاعه الووتر. هيديني مين يا شباب؟ اهو كاني بعمل تحلل مائي للاستر عكس فيشر بقى، عشان كده كنت بحط مينرال اسيد عشان ياخد الماي اللي خارج ده عشان يمنع التفاعل العكس. ادي عندي الماي، هتعمل ايه؟ تعمل نيوكلوفيل. وقلت لك مبدئيا اي حاجه على يمين الكربوكسيليك السي دبل بوند والكربونايل جروب بتخرج از جود ليفنج جروب، ما
ما هو انت سيادتك طبعا ما اقولش ليك على يمينها جبت لك الارض ديت هنا والاو ارض بقت على الشمال تقوم ماشيل الارض، ما انت قلت يا دكتور اللي على اليمين، لا كده انت اصبحت هندي، يبقى الاو ار تخرج از الكوكسايد جود ليفنج جروب، السي ال تخرج از كلورايد جود ليفنج جروب، الاو اتش بتخرج از ووتر جود ليفنج جروب، الانهيدرايد الجزء الاسيتيت او الكربوكسيلات مع الاتش يخرج از جود ليفنج جروب كربوكسيليك اسيد، الامايد الان اتش 2 يعني ده بيبقى صعب جدا هيخرج از امونيا، يبقى التفاعل اللي عندي المينلي نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، يبقى انا عندي اليوم بير من الالكترون هيعملوا اتاك على مين الالكتروفيل الكربون بتاعه الكربونايل جروب، يبقى ده هتطلع على الاو، يبقى عندي هنا الاو اتش او اتش 2 زي ما شرحت قبل كده في الاستريفيكيشن العكسي، يبقى طبعا الاو هتعوض اليوم بير من تفقد الهيدروجين از بروتون، انا بقى عندنا او اتش اللي هي موجوده ديت، ده قلت لك عندي دي عشان تترا هيدرا الانترميديت ده، بعد ما بقى عندي هنا او اتش وعندي هنا الاو دي على نيجاتيف تشارج بيكون ليس ستيبل، الاستابيليتي بتاعته تيجي منين؟ ارجع الكربونيل جروب والجزء اللي عندي اللي على اليمين الالكوكسات ده يخرج از جود ليفنج جروب، يبقى الاو اتش او الاو ار مع الاتش اللي من هنا تديني مين؟ تديني الكول، كاني رجعت المركب لاصله كحول مع كربوكسيليك اسيد، كحول عشان كده اهو السهم براسنا ورايح جاي ريفيرسبل. طب تمام هفعله، ممكن افعل الكربوكسيليك الاستر ده يا شباب مع الكول، حد يقول لي يا دكتور ده مدى هتطلع كحول ايه اللي قبضناه؟ لا لو انا عايز مثلا ده ميثايل مثلا ميثايل اسيتيت يعني اللي ديت الارض عباره عن ميثايل، كان تفاعل الاسيتيك اسيد مع الميثانول، لو ديت ايثايل يبقى تفاعل اسيتيك اسيد مع ايثانول، ما علينا، عايز الميثايل جروب ديت تبقى عباره عن بروبايل، تبقى عباره مكان ما هي ميثايل تبقى بروبايل، يبقى ايه الحل؟ الحل ايه؟ ان انا افعله مع البروبانول، ان بروبانول بروبايل الكول، بروبايل الكول الاو اتش بتاعت الالكول هي عباره عن السنتر بتاع النيوكلوفيليستي، هروح يعمل لي اتاك على مين؟ على الالكتروفيل الكربون بتاعت الكربونايل جروب، هيبقى عندي او ار الار ديت بروبايل هتمسك هنا او ار واو دي على نيجاتيف تشارج، ترجع تاني هتقوم خارج الاو ار ديت از ايه؟ از ليفنج جروب، از ليفنج جروب مع الهيدروجين اللي هيخرج من هنا بالظبط، ما كان عندي الكايل جروب صغيره حسب الالكايل جروب اللي سيادتك عاوزها بقى مش فارقه، حسب الالكايل جروب اللي سيادتك ايه اللي سيادتك عاوزها، حسب الالكايل جروب اللي سيادتك عاوزها. بعد كده عندي هنا الامونيا، الامونيا دي عباره عن نيوكلوفايل لان الان عليها لون بير من الالكترون، نفس الكلام تعمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كاربون، بقى عندي تترا هيدرال انترميد وسط مركب وسطي رباعي الاضلاع، الاو ديت الباي بول هتطلع على الاو نتيجه للماينس ميزوميريك افكت عليها نيجاتيف تشارج، وعندي هنا مين؟ ال ان اتش 3 زي ما شرحت لك قبل كده، ال ان اتش 3 لما عملت اتاك باللون بيربع عليها شحنه مجابه هتعوضها منين؟ تفقد واحده من الهيدروجينات ديت از بروتون، بقى اصبحت ان اتش 2 اتش خرج از بروتون اهو، هنا لما دي جت كده ديت الاو ار هتخرج، الاو ار جود ليفنج جروب الاو عليها نيجاتيف تشارج هتلاقي الاتش تخرج از الكول، واداني هنا مين يا شباب؟ كده حضرت مين دلوقتي؟ ده اسمه ايه ده اللي قدامي ده؟ جبت من الاستر لما فعلته مع امونيا اداني مين؟ اداني امايد، اداني امايد. طب لو كنت عايز اللي عندي ده عباره عن برايمري امايد يا شباب، عباره عن سكندري امايد، يعني كنت عايز مكان الاتش ديت يبقى فيها ار، لو الاتش ديت عايز يبقى فيها ار يبقى الامونيا ديت تبقى عباره عن ايه؟ لو عايز ده يبقى سكندري امايد يبقى المفروض الامونيا دي تكون عباره عن ايه؟ برايمري امين، تمام زهراء، بس كده. عايزها تكون يا سيدي تيرشري امايد يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري امين، اهم حاجه الامين او الامونيا يكون فيها هيدروجين علشان بقول عليه ريبليسابل هيدروجين علشان يعوض لي اللون بير اللي الان عملت بوم اتاك، عشان يعوض لي اللون بير من الان اللي عملت بوم اتاك، بس كده الستايليشن رياكشن. كل ده قايلينه والله في الكورس الاولاني، وبتقول هتقول بنام قلناه في الكورس الاولاني، بنقوله ليه؟ لك معلش استحملينا يا بتول، معلش معلش. طيب نيجي بعد كده، انا عندي استر لما خدنا في تحضير الالدهايد والكيتون والالكول، الالدهايد والكيتون والالكول، انا عندي هنا استر ده لما استخدم عليه سترونج ريديوسنج ايجنت زي الليثيوم الومنيوم هيدرايد، وبعد كده بعمل عمليه هيدروليس زي ما قلت في الكربوكسيليك اسيد، هيتحول لي ايه يا شباب؟ الى برايمري الكول، الاسيد ديريفاتيف لما بعمل لها يا شباب كومبليت ريدكشن تتحول على طول، تتحول الى مين؟ تتحول الى البرايمري الكول، كلام سهل وبسيط، هو برايمري الكول بتاع سنه اولى، برايمري الكول
لو عملت بارشال ريدكشن للاستر هيتحول لي الى مين يا شباب؟ يتحول لي الى الدهايد. زي ما كنت بقول لك برايمر الكول اعمل له بارشال اوكسيديشن يتحول لي الى الدهايد ويقف. يبقى انا عندي هنا استرونج ريديوسنج ليثيوم المونيوم هيدرايد. يقول لك عايز اوقفه عند الالدهايد بس ما يديش الكول، يبقى استخدم مين يا شباب؟ استخدم اللي هو السبستيتيوتد الكايل جروب للليثيوم المونيوم هيدرايد زي الداي ايزوبيوتايل المونيوم هيدرايد، الكلام اللي قلناه قبل كده. طيب بعد كده عندي يا شباب، عندي رجعنا تاني للار ام جي اكس، افعله مع الاستر، افعله مع الاستر. مهم يا شباب، يا شباب اسالي على ايه يا اسراء؟ علامه الاسهام ده على ايه؟ هو مين ده اللي ادانا مجموعتين كحول؟ قصدك على التفاعل الاخير اللي لسه ما شرحناهوش يعني ولا مين؟ ايوه ده الراجل ده الهيدرايد، الهيدرايد ده لما بيخش الهيدرايد. امال احنا كنا بنقول ايه في الترم الاولاني؟ اصبروا علينا يا شباب، اصبروا علينا بس. مش انا عندي هنا لسه الومنيوم هيدرايد، لسه الومنيوم هيدرايد. انا عندي هنا الهيدرايد هتعمل اهي، الراجل ده عليه نيجاتيف تشارج هيعمل لي اتاك على دي، كان كل زي التفاعلات اللي احنا قلناها دي كلها نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. فين النيوكلوفايل؟ الهيدرايد هيعمل لي اتاك على الالكتروفيل كربون، يبقى الباي بوند دي تطلع على الاو عليها نيجاتيف تشارج. التترا هيدرال انترميديا بقت الكربون ديت متصله باتش دي يا دكتوره اسراء، لما دي جت كده بقت رجعت الكربونايل جروب تاني، يبقى الاو ار خرجت، الاو ار خرجت، يبقى نتكون عندنا في الوسط ده مبدئيا ده عباره عن ايه؟ ار سي دبل بوند او اتش، ده عباره عن ايه دلوقتي؟ الناس ترد عليا، ده عباره عن ايه؟ كحول ازاي؟ انا بالنسبه لده ار سي دبل بوند او اتش ده كحول، ار سي دبل بوند او اتش عباره عن الدهايد، عباره عن الدهايد، عباره عن الدهايد. واللي عند الاو ار ديت مع الاتش لما حصل هيدروليز خلاص اتحولت الى الكول. ده بقى انا عندي هنا ليثيوم المونيوم هيدرايد ما شاء الله سترونج ريديوسنج ايجنت، هيعمل ايه في الالدهايد؟ هيعيد نفس الكره وان عدتم عدنا، ار سي دبل بوند او اتش الدهايد بعمل له ريدكشن تاني، اربعه هيدرايد يبقى اتش اهيت عليها نيجاتيف تشارج تعمل نيوكلوفيليك اتاك، يبقى ديت هيطلع عليها مين؟ هيطلع عليها تاخد الباي، الباي بوند بقت عندي دلوقتي ايه؟ وعندي هنا اصبحت ديت سنجل بوند، بقى عندي ايه دلوقتي يا شباب؟ ار سي اتش 2 واو عليها نيجاتيف تشارج، اعمل عمليه هيدروليسيس او اوكسايد، لما اعمل لها هيدروليسيس هتاخد اتش، يبقى البني ادم اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ هذا الرجل الطيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن كحول. يا جماعه الدنيا بسيطه قوي، بس انتوا رؤيتكم الفيجن بتاعتكم قريبه قوي، بتبصوا تحت رجليكم يقول لك طلع اتنين كحول. هو في احسن من الكحولات؟ ده الناس بتدفع فلوس عشان تشتري الكحول. ده الدان الاول الدهايد. ما هو لما كنت بقول طبعا العيب عيب النت، صح العيب عيب النت وعيب الراجل الهندي. لما كنت بقول بستخدم ريديوسنج ايجنت زي الداي ايزوبيوتال المونيوم هيدرايد، هيدرايد واحده بس، هيدرايد واحده بس فقط، عشان كده كان بيقفل عند تكوين الالدهايد. انما لما استخدم سترونج ريديوسنج ليثيوم المونيوم هيدرايد على طول هيعمل لي مره واثنين، حوله لي الى الدهايد، والالدهايد بعد كده حصل له فيرزر ريدكشن الى مين يا شباب؟ الى الايه؟ الى الالكول. يا كوثر حطلنا ايه يا كوثر؟ يا كوثر احنا ناقصين تضييع وقت يا كوثر، السنه خلصت يا كوثر. نيجي بقى للتفاعل الاخير ده. عندي هنا يا شباب عباره عن استر، ده استر ظريف اهو، استر اهو جاي من الاستريفيكيشن رياكشن. طيب الراجل ده ار ام جي اكس، ار ام جي اكس ده عباره عن ايه؟ هو نخلص من كوثر تطلع لي منار؟ ايه يا شباب انتوا بتلعبوا؟
في حاجة يا منار طلبها؟ طب نصبر نشوف منار عاوزة ايه. ماشي، مفيش مشكلة. زي ما الدكتورة قطر الندى بتقول كده، قطر الندى بتقول إن ده عبارة عن كاشف جرينر. شوف الناس اللي شاطرة ومذاكرة، ده عبارة عن كاشف ار ام جي اكس، يعني اورجانو ميتاليك ريجنت. اورجانو ميتاليك ريجنت، يبقى الراجل ده الار ديت الكتروفايل ولا نيوكلوفايل دي يا شباب؟ أي حاجة هتتفاعل مع كربونايل جروب مع استر او اي اسيد ديريفاتيف هتبقى نفس الشاكله، نيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. يبقى الراجل ده عباره عن نيوكلوفايل هيعمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون، يبقى ديت حاطط على الاو، هيبقى عندي هنا نيجاتيف تشارج. هيبقى عندنا يا شباب نيجاتيف تشارج، هتقوم عامله كده عشان يخرج الجود ليفنج جروب، الاو ار هتخرج از الكول. كحول اهوت يا ست اسراء، عشان ما حدش يقول لي جه منين، انا كحول اهو، ادي واحد. اللي اتكون عندي ده يا شباب عباره عن ايه بعد ما الار عملت نيكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون؟ اللي خرج عندي دلوقتي عباره عن ايه؟ ما حدش يقول لي ده اتكون ايه دلوقتي؟ والله الكلام ده مشروح قبل كده، اتكون ده ايه؟ وكل ما اقول مشروح قبل كده بتقول دلوقتي بتقول في السيره ده، امال بنشرحه تاني ليه؟ معلش يا بتقول، قلت لك ايه يا غلاس؟ غلاسه دي بالمصري يعني واحد دمه تقيل. اتكون عندي ايه يا شباب؟ يا بتقول انا بس بهزر معاك، يعني انا عارف انك انت ما شاء الله كل ذوق وادب يعني. اللي خرج ده عباره عن ايه يا شباب؟ الار جت حلت محل الاو ار، يبقى اللي عندي ده عباره عن ايه؟ قلت لك يمينه كربون شماله كربون وبينهما صيده بالبندق يا غفران. يمينه كربون شماله كربون، ده احنا بنقول كيمياء عضويه، الناس في مصر بيقولوا ايه اللي انت بتقوله ده؟ يمينه كربون شماله كربون وبينهما سي دبل بوند هو الايثر، سي دبل يمينه كربون شماله كربون وبينهما اكسجين، يبقى عباره عن كيتون. عباره عن ايه؟ عباره عن كيتون. يبقى ده عباره عن كيتون يا شباب، يبقى انا دلوقتي بقى عندي كيتون ده. لا يا وهاب، ايه اللي جاب الايثر؟ مفيش ايثر هنا يا حبيبي، مفيش ايثر، ده عباره عن كيتون. كيتون سي دبل بوند او، الايثر بيبقى او يمينه كربون شماله كربون، او فقط او او، الايستر سي دبل بوند او او. اه بالظبط، اه اي يمين وشمال. طيب ماشي، انا عند الراجل ده يا شباب بعد ما حصل نيكلوفيليك اتاك بالراجل الاولاني ده اداني الكيتون ده، هل ده هفاعل له تاني؟ بص الراجل كاتب لك ايه، اتنين اتنين، يعني هيتفاعل مرتين. ادي عندي الار ام جي اكس وقتان، وان عدت معدنا مش ده رجعت تاني كربونايل جروب، ده بقى جاي لك تاني حتى المركبات فاضيه عادي ارجع لك تاني، ما دام انت رجعت لي تاني كربونايل. الوقت الار هتيجي تعمل نيكروفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون، هيبقى عندي كم ار دلوقتي يا شباب؟ يا دكتوره بتقول بقى عندي كام ار دلوقتي؟ دي هترجع تتفاعل كمان مره مع السي دبل بوند او، هيبقى عندي 3 ار، والباي بوند طبعا هتطلع على مين؟ على الاو، هيبقى عندي نيجاتيف تشارج، الاو عليها نيجاتيف تشارج. في الحاله ديت ينفع تقول لي بقى الار اللي على اليمين ديت تطلع از جود ليفنج جروب؟ اقول لك برضه انت راجل هندي، هو في ار بتطلع جود ليفنج جروب؟ ما ينفعش، يبقى هيقف عند كده، ده بقى عنده او وعليها نيجاتيف تشارج، اعمل لها عمليه هيدروليسيس، الاو هتاخد الاتش البروتون، يبقى تحول الى ايه يا شباب؟ الى برايمري الكول ولا سكندري الكول ولا تيرشري الكول؟ الى تيرشري ايه؟ الى تيرشري الكول، الى تيرشري الكول. اقول لسيادتك من الميثانول، من الميثانول ازاي تحضر التيرشري بيوتانول او التيرشري بيوتايل الكول، من الميثانول ازاي تحضر التيرشري بيوتايل الكول؟ بقى هتقول لي ايه بقى الميثانول هتعمل فيه ايه؟ هتعمل ايه في الميثانول يا شباب؟ هتعمل ايه في الميثانول؟ هتفعله مع مين؟ لا مش هفعل، هفعل ميثانول على طول يا دكتوره اقبال مع جرينر دري ايجنت، وانا فعلت، فعلت دلوقتي فعلت، فعلت جرينر دري ايجنت مع ميثانول برضه عشان يديني تيرشري الكول، انا فعله مع ايستر، مفعله مع ايستر، الميثانول الاول احوله لايستر، يبقى فعله مع مين؟
فقالوا مع اسيتيك اسيد، فقالوا مع اسيتيك اسيد هيديني استر، هيديني استر. افعله مع حامض هيديني استر في وجود المينرال اسيد. وبعد كده افعله مع جرينر حسب بقى مجموعه الار اللي عندي ديت استخدم الراجل ده. لو عايز تيرشر بيوتايل، يعني معنى ذلك ان ديت كل واحده من ديت عباره عن ميثايل جروب وديت عباره عن ميثايل جروب، يبقى هستخدم هنا اثنين ميثايل مغنيسيوم ايودايد، ميثايل مغنيسيوم ايودايد. ماشي يا شباب؟ واعيد التفاعل مرتين، اول خطوه هيديني الكيتون والخطوه الاخيره يديني مين؟ يديني الكحول. عندي هنا الاسيد كلورايد، الاسيد كلورايد نفس الكلام، قلت لك اللي على يمين السي دبل بوند او يخرج از جود ليفنج جروب مبدئيا، وده احسنهم لان هنا الكربون ديت هايلي الكتروفيلك، السي او بتسحب، سي ال بتسحب، الالكترون اكتيفيتي بتاعتها عاليه، والسي دبل بوند او بالماينس ميزوميريك افكت بتسحب الاو، يبقى ديت عليها كومبليت. بص بص في تشارج هنا عاليه لان عندي اثنين بيسحبوا منها بقوه، وديت جود ليفنج جروب اللي هي الكربون السي ال الكلورايد. يبقى الراجل ده معمل له هيدروليسيس هيديني مين يا شباب؟ الراجل ده مبدئيا السي ال هتخرج كجود ليفنج جروب سي ال ماينس، يبقى اي حاجه هتتفاعل معاها هتاخد منها الاتش بتاعتها يبقى تخرج از اتش سي ال، اتش سي ال على طول الخط اتش سي ال يا عزيزي. يبقى يتبقى ايه دلوقتي؟ انا عندي هنا فين الكحول اللي انت اللي هو في المثال اللي فات؟ ايوه ترشر بيوتايل الكول، ترشر بيوتايل الكول. ما ممكن عاد افصل الاثنين عن بعض بقى، عن الكحول الاولاني ترشر بيوتايل ايه؟ ترشر بيوتايل الكول. بس الجود ليفنج جروب بتبقى كميتها صغيره، يعني ممكن اقدر ايه اعمل فراكشنال كريستاليزيشن او ديستيليشن، اقدر افصل الاثنين من بعض سهله، يعني افصل الاثنين من بعض كل واحد لبولينج مونت معينه، فاقدر افصل الاثنين عن بعض. ماشي يا شباب؟ الوقت عندي نفس الكلام، يبقى النيوكلو كل ده عباره عن النيوكلوفايل اللي عندي، كل ده النيوكلوفايل اللي عندي يا حبيبي اهو H2O. يبقى الماي باللون بيه من الالكترون اللي عليها هتعمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون، نفس الكلام اللي قلنا قبل كده بنعيده تاني. يبقى هنا هيديني مين يا شباب؟ كربوكسيليك اسيد، لان الماي لما عملت اتاك بقى عليها برو عليها الاو عليها بوست في تشارج، هتعوضها ان تفقد هيدروجين اس بروتون مع السي ال اداني اتش سي ال. طيب هفاعل اسيتايل كلورايد او اسيد كلورايد مع كحول يديني مين يا شباب؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن استر، عباره عن استر، طرق من تحضير الاستر اهو، ار او الاو عليها لون بير نفسه هو نفس الكلام، ده عليه لون بير، ده عليها لون بير، ده عباره عن فريد الكرافت اسيليشن بنزين في وجود الاسيتايل كلورايد ولويس اسيد، فريد الكرافت اسيليشن اداني كيتون، فريد الكرافت اسيليشن. عندي هنا اهو امين برايمري امين هيديني مين؟ برايمري امين هيبقى عندي سي او ان اتش ار، مش الان عليها لومبير هتعمل نوكلوفيليك اتاك هنا، يبقى السي ال مع الاتش يبقى اداني اتش سي ال، واتبقى عندي مين؟ سي دبل بوند او ان اتش ار. الراجل ده عباره عن ايه؟ عباره عن امونيا. نفس الكلام هيديني مين؟ تديني امايت، ده لويس، ده عباره عن فريد الكرافت اسيليشن، هتديني مين؟ تديني كيتون. الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن، محدش يجي يقول لي هنا بقى ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكلوفيليك سبستيوشن، لا ده الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. في الحاله ديت الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن كان ديت عباره عن ده الالكتروفايل اللي عندي الاسيتايل جروب، خش هنا اديني السيجما كومبليكس واحصل له ستابلايزيشن بالريزونانس، وبعد كده اعمل ريجين اوف اروماتيست واديني الكيتون الامامي هذا. بعد كده عندي اخر واحد اللي هو الليثيوم الومنيوم هيدرايد، ليثيوم الومنيوم هيدرايد على الـ على الاسيد كلورايد، هيديني مين يا شباب؟ اول خطوه لما اعمل ريدكشن لده اول خطوه يديني ايه؟ اول عمليه في الريدكشن يديني ايه يا شباب لده؟ تمام هيديني الدهايد. وعشان خاطر الدكتوره بتقول نعمل كمان مره ريدكشن يديني ايه؟ الالدايد هيتحول الى ايه؟ هيتحول الى كحول، هيتحول الى كحول. كلام يعني اسهل وابسط من البساطه، اسهل وابسط من البساطه. يبقى لما اقول لك الاسيتايل كلورايد ازاي تحوله الى الايثانول، اسيتايل كلورايد الى ايثانول، اسيتايل كلورايد الى ايثانول، يبقى عن طريق ايه يا شباب؟ الاسيتايل كلورايد اعمل له عمليه ريدكشن بس، بس ما تعملش حاجه اكتر من كده، مش عايز اتعبك، انا مش عايز اتعبك، هي كلها محاضره بكره ونقول ايه البقاء لله. عندي بعد كده نفس الكلام الاسيد انهيدرايد،
اسيد انهيدرايت، ده اللي قدامي ده نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. لا الصبح انا عندي الدكاتره بتوع سنه اولى الصبح، والدكاتره بتوع سنه اولى دولت لو قلت لهم بالليل يعني ممكن اكون بشرح ويكونوا مثلا يناموا ويطلعوا صوت وهم نايمين، ف بكفايه يعني انا ما اقدرش عليهم يعني. ماشي يا شباب، الراجل ده نفس الكلام نفس الكلام، كل دولت عباره عن نيوكلوفايل، والراجل ده الكتروفيليك سبستيوشن، الاسيد انهيدرات ده يشتغل از اسايليتنج ايجنت، ينفع فيه الفريد الكرافت اسايليشن ده مع البنزين واللويس اسيد. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده يا شباب. الماي، قال النت عنده كويس يا كوثر، اعمل ايه طيب؟ الماي يا شباب الماي هيعمل، انا كل عندي السي دبل بوند او ديت اه، والجزء اللي عندي ده اللي على يمين السي دبل بوند، كل ده عباره عن جود ليفنج جروب ار سي دبل بوند او او، دي لما تخرج وتاخد الاو ديت وتاخد الاتش، يبقى الليفنج جروب عندي هتبقى على هيئه ايه يا شباب؟ الليفنج جروب على هيئه ايه؟ على هيئه كربوكسيليك اسيد، تمام بس كده اه، كله كربوكسيليك اسيد اهو، ما شاء الله ما شاء الله. وعيد نفس الكلام اللي احنا قاعدين نحشي فيه، عيده عيده، مش انا كل تفاعل عندي سواء كان استر او اسيد هالايد او اي حاجه، عندي اهم حاجه الجزئيه ديت الار سي دبل بوند او، وقلت لك اللي عاملها اللي على يمينها ده جود ليفنج جروب، جود ليفنج جروب، حط عليها اتش وتديني مركب ستيبل، سي ال مع الاتش بقت اتش سي ال، الاستر الار او الالكوكسايد مع الاتش بقت حاجه ستيبل بقت الكول، عندي ده الانهيدرايد ار سي دبل بوند او ده بقول عليها كربوكسيليت، الالكايل كربوكسيليت تتحول ايه؟ كربوكسيليك اسيد بس. يبقى عندي هنا مين ده؟ الاو اتش هنا مع السي دبل، كان كلهم واحد بقى كلهم واحد، الراجل ده هيديني اسيد هيديني استر هيديني ايمايد هيديني سكندري ايمايد. من الملحوظه يا شباب دلوقتي اللي احنا شفناها من كل سواء كان الكربوكسيليك اسيد او الاسيد كلورايد او الاستر او الاي او الانهيدرايد اللي قدامي ده، ان كل الاسيد او الاسيد ديريفيتيف بقول عليهم انتر كونفيرتابل تو اتش اذر، انتر كونفيرتابل تو اتش اذر يعني يعني كلهم بيتحولوا الى بعض. كان في برنامج ايام زمان الاطفال كده اسمه المغامرون الثلاثه او المغامرون الاربعه، فدول برضو المغامرون الثلاثه او الاربعه كلهم بيتحولوا الى بعض، كلهم بيتحولهم الى بعض، كلهم بيتحولوا الى ايه؟ بيتحولوا الى بعض يا شباب. يعني انا عندنا الانهيدرات حضرت منه كربوكسيليك اسيد، حضرت منه استر، حضرت منه امايد، حضرت منه ايه؟ امايد. ماشي يا شباب، حضرت منه ايه؟ سكندري امايد، ونتيجه ان دي بيشتغل الاسيد انهيدرات بيشتغل از استايليتنج ايجنت، فينفع استخدمه في فريد الكرافت اسايليشن عباره عن الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. ونفس الكلام الراجل ده لما اعمل له عمليه ريدكشن نفس الكلام، اول خطوه هيديني مين يا شباب؟ اول مره افعل معاه الهيدرايد ديت هتخرج از كربوكسيليك اسيد، يبقى الراجل ده اللي باقي عندي عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه ده؟ يا دكتوره فاطمه انا بقول لك يعني انا عندي لسه قدامي ده اللي هو الانهيدرايد اللي قدامي ده، مش ده انهيدرايد؟ حضرت منه ايه؟ كربوكسيليك اسيد، حضرت منه ايه؟ استر، حضرت منه ايه؟ ايمايد، حضرت منه ايه؟ سكندري ايمايد. اجري التفاعلات بتاعت كل واحد من دول، الاستر كنت بحضر منه ايه؟ بحضر منه الايمايد وبحضر منه الكربوكسيليك اسيد، ارجع للتفاعلات اللي فاتت. الراجل اللي في الاول خالص ده التفاعل اللي كنت جايبه لك يتيم لوحده ده، الراجل ده كان عندي كربوكسيليك اسيد حولته الى مين يا شباب؟ حولته الى انهيدرايد، كلهم يتحولون الى بعض، كلهم يتحولون الى ايه؟ الى بعض. انا لو قلت لك اللي عندي ده عايز احضر من الراجل ده الاستر ده عايز احضر منه الانهيدرايد، من الاستر ده عايز احضر منه انهيدرايد، افعله مع ايه؟ انا بقول لك ان هو انت كونفيرتابل تو اتش اذر، كلهم يتحولوا لبعض، عايز احضر من ده الانهيدرايد. انهيدرات لا مش تفاعل عكسي، مش تفاعل عكسي، مش يرجع يديني ده ويرجع ده، لا يعني بري ايجنت ثانيه اقدر احضر منه الاستر، عايز منه اسيد كلورايد اعمل له عمليه هالوجينيشن، الاستر ده عايز احضر منه الامايد افعله مع الامونيا، كربوكسيليك اسيد عايز احضر منه الامايد افعله مع امونيا، عايز احضر منه الاستر
افعله مع الكل، مش التفاعل العكسي، لا مش التفاعل العكسي، يعني كلهم بحضر، كل واحد لما اقول لك احضر الايمايت احضر منه كربوكسيليك اسيد عن طريق مين؟ اقول لك هتقول اعمل هيدروليسيس، الاستر بعمل له الاسيد هيطلع منه هيدروليسيس، كلام من ده. ده بالراجل ده الاستر ده عايز احضر منه يا شباب الانهيدرايد، يعني سي دبل بوند او يبقى ماسك فيها او، سي دبل بوند او ار، مش ده الانهيدرايد؟ ازاي؟ ها شوف الجزئيه ديت هتيجي منين، او سي دبل بوند او ار هتيجي منين ديت، دي هتيجي منين ديت، او سي دبل بوند او ار اكسره ايه بس، اكسره ايه هو، اي حاجه وخلاص، اكسره ايه ايه الراجل ده يا شباب، او سي دبل بوند او ار، وعايز الاو ديت بنين موسى كده قربت افعله مع كربوكسيليك اسيد، بس على هيئه كربوكسيليك اسيد يا بنين ولا على هيئه صوديوم سولت، بحيث الاو يبقى عليها نيجاتيف تشارج، افعله احضره على هيئه صوديوم سولت يبقى الاو عليها نيجاتيف تشارج، تشتغل از نيوكلوفايل، تشتغل از نيوكلوفايل بس كده، يبقى كده حضرت منه مين، حضرت منه الانهيدرايد. يبقى ده يا شباب الاستر، وده اخر حاجه عندي اللي هو مين، اللي هو نيجي بعد كده للامايد. فاكر كان في حاجه حاططها لكم الميكانيزم بتاع الريدكشن بالتفصيل، بس شكلي نسيت، باين احطه لكم تاني مش مشكله. اخر حاجه عندي الامايد، دي اخر حاجه، هي الساعه بالظبط بقت 10:34 دقيقه. عند الإيمايد ده يا شباب نفس الكلام اهو، هعمل افعله مع الماي، مع الماي، مع الماي هيديني مين يا شباب، مش بقول لك انتر كونفرتبل تي اتش اذر، اي حاجه تعمل لها هيدروسيس كربوكسيليك اسيد يبقى يتحول الى ايه، اه كربوكسيليك اسيد، يبقى الماي اللي عندي بتشتغل از سترونج، سترونج نيوكلوفايل. عند الراجل ده العشره القديمه ده، ده عباره عن ايه، ده برايمري إيمايد مع صوديوم هيدروكسيد، ده عادي، انما اللي انا قصدي على ده، ده عباره عن ايه، ده اهم حاجه عندي، ده مع ده اللي في الاخر خالص ده يا شباب، ده عباره عن ايه، هوفمان ديجراديشن، هوفمان ديجراديشن، حضرت منه البرايمري امين، برايمري امين، ومتاكد هجيبها لكم في الامتحان، الناس هترجع تنسى تاني. طيب الراجل عندي بعد كده، الراجل ده ليثيوم الومنيوم هيدرايد، ليثيوم الومنيوم هيدرايد، هعمل هنا اتاك على الراجل ده، هنوصل لنفس الايه، نفس الكلام بالظبط، بس في الحاله دهيت يا شباب بيحصل بقى الميكانيزم بطريقه مختلفه، ان شاء الله هعمل لكم سلايد واحطها لكم في اخر الايه، في اخر، بالنسبه لي الامايد ده، بالنسبه لي الامايد، بالنسبه لي الامايد، بس هو المفروض برضو عند السي دبل بوند ديت هتحول الى سي اتش 2، والجزء دوت هيخرج على هيئه ان اتش ار 2، وديت برضو تتحول الى ايه يا شباب، هيبقى عندي ديت عباره عن ايه، عباره عن الدهايد، عباره عن الدهايد، ويرجع يتفاعل تاني في الاخر يديني ايه، يديني الكحول، يديني الكحول مع ليثيوم الومنيوم هيدرايد. عند هنا الامايد ار سي اتش 2، الناس تركز معايا يا شباب في الحته دي، انا عندي ده عباره عن، عباره عن برايمري امين، وده عباره عن سكندري امين، الراجل ده مع ليثيوم الومنيوم هيدرايد في الحاله دي يا شباب ما بيديش ليه، ما بيحصلش هنا يطلع لي الان اتش 2 ويديني الدهايد وبعد كده الدهايد يتحول الى الكول، لا لا لا، هنا بيديني بيتحول السي دبل بوند او مبدئيا بتتحول الى سي اتش 2، فاكرين لما كنا بنتكلم على الكربونايل كومباوند بيقول لك بتحول الى سي اتش 2 عن طريق حاجه اسمها وولفكيشنال ريدكشن، او الراجل الثاني ده كليمنسون ريدكشن لما احط الزنج امالجم في وجود الاتش سي ال، او اللي هو وولفكيشنال ريدكشن هيدرازين في وجود الهيدروكسيل الصوديوم هيدروكسيد او فيري سترونج بيز، فيري سترونج ايه، فيري سترونج بيز يا شباب ماشي، يبقى الراجل ده هحط لك الميكانيزم بتاعه لانه طويل بس سهل، هو بصراحه سهل بس هياخد مننا يجي نص ساعه او تلت ساعه عشان خاطر الناس ما تزعلش، بس سهل جدا يعني، بيديني ده الراجل ده عباره عن برايمري
امايد بتحول الى برايمري امين. ده عباره عن سكندري امايد يتحول الى سكندري امين، يتحول الى سكندري امين. ما بديش ليه الكل، لا ده بيتحول الى سكندري، سكندري امايد يتحول الى سكندري امين. ها ناس تركز معايا، وده عباره عن برايمري امايد يتحول الى برايمري امين. الكلام ده يا شباب مش احنا كنا شارحينه لما كنا بنحضر الامينز، كنا شارحينه لما كنا بنحضر الامينز في اول تحضير الامينز، كنت بقول من الامايد بنحضر منها الامينز. هتلاقي في الفيديو بتاعه، وانا حاطه لكم برده، هحط لكم برده سلايد برده فيها الميكانيزم ده، وميكانيزم سهل وبسيط، وانا كنت شارحه. لو رجعت للفيديوهات هتلاقي فيها، ما كانش هحط لك سلايد كده فيها الشرح بالتفصيل برده يعني ان شاء الله. في عند الامايد يا شباب، ناس تركز معايا، لما بسخنه الامايد ده، لما بسخنه مع الفوسفورس بنت اوكسايد، فوسفورس بنت اوكسايد بيطلع عندي ماي، بينزع ماي. لما ينزع ماي يا شباب، منزع ماي يعني عندي كده مبدئيا بشغل بقى ايه ببساطه كده، يعني هيطلع عندي ماي. السي ان ديت هتبقى موجوده على هيئه ايه؟ على هيئه سي تريبل بوند ان. السي تريبل بوند ان ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ هو عباره عن الالكايل نيترايل، الكايل نيترايل، الالكايل سيانايد. الالكايل سيانايد ده يا شباب لما اعمل له هيدروليسيز يتحول الى ايه؟ الالكايل سيانايد ده تحول الى حامض كربوكسيليك اسيد. لما بعمل له كومبليت ريدكشن، اعمل له كومبليت ريدكشن يا ست افنان عبد الرازق او عبد الرزاق، لما اعمل له كومبليت ريدكشن للسي تريبل بوند ان، كنت قايل والله في تحضير الامينز قلت عندك الالكايل نيترايل او الالكايل سيانايد، لما بعمل له كومبليت ريدكشن بتحول الى البرايمري امين. عندي برايمري امين، عندي سكندري امين، وعندي تيرشري امين، وفي عندي عالي امين. علي امين ده اللي عمل جريده اخبار اليوم المصريه، ده علي امين ده رابع حاجه. يبقى بقى بتفعل، لا بتحول الى ايه؟ الى برايمري. ايه يا شباب؟ برايمري امين. بارك الله فيكم جميعا. ان شاء الله المحاضره بتاعت بكره الى حد ما، انتوا عندكم يا شباب الاربع اجازه، الاربع اجازه بس، هي ما فيش لها مجال الا بكره ان شاء الله. ده بكره ان شاء الله نخليها على الساعه كام؟ نخليها الساعه 4، الساعة 4 العصر، الساعة 4 العصر، مع ان النت بيكون اصعب بس مش مشكلة، نخليها 4 العصر ان شاء الله. لان كده احنا يعني في محاضرة بتخلص الساعة 11 بالليل، ده حاجة يعني ما يرضيش بها ربنا. فاللي عنده اي سؤال يتفضل مشكورا، وان شاء الله نكمل بكرة، والناس اللي كانوا باعتين لنا اسئلة ان شاء الله ايه نكملها ان شاء الله. يبقى ميعادنا بكره يا شباب الساعه 4، عشان ما لو بلغت عبد غني، عبد غني هسيبها لكم مفتوح عليه، ناس بتصل عليه يعني 4 الفجر ولا 4 العصر ولا 4 ايه بالظبط، عشان برضو ايه ما بيحصلش اي لخبطه ولا حاجه، يبقى 4 ايه؟ 4 العصر، 4 عصرا.